Clap. One, two, and three. We're rolling. And as such, we weren't rolling. أخيراً. أخيراً. يعني أنتو حسان الشيخ. يا سلام. ونينا عبد الملك. كان المفروض تكونوا أول ضيوف على هذا البرنامج بس لأسباب كثيرة جداً 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 ما صار لنا مجال نصور لليوم. للأسف. فأهلا وميت سهلة. شكراً. هذه أول مرة بنيجي فيها على دبي ومن ever since you released the show. صح. Yes, exactly. هلأ أنت إجيت مرة صورنا الشغلة هيك على السريع. أنا literally جيت من عندك يعني جيت من أبو دبي لهون for this and I went back immediately. ما رحت شفت الموضوع. Zero. الموضوع البيوت ولا شيء man. تمزح. I had البيوت كانت something else بس انه بس انه كاكا زيرو it was only specifically for a task ما فيني اترك البيت طمنوني عنكم we miss you والله miss you more mommy and daddy يعني ماني مصدق صحيح عسيرة المامي كيف الوضع بجنن literally لا حبيب كتير he's amazing he's amazing يعني أنا مريت عنكم بيسلم عليك هو بيقول لك سوري أنا ما قدرت جيت والله أنا زعلان قاعد مع العائلة هلأ بدبي هلا عم يتدلع ما انا شفته من شهر تقريبا رحت لعندكم ابو ظبي هيك yes. I got to play with him عم يفرق حبيبي كل شهر اليوم أكيد. عيده سبعة اشهر سبعة اشهر العمر كله ان شاء الله يربى بعزكم بوقت تسجيل هالحلقه he is an angel عن جد ما شاء الله يعني بيقول الاشخاص اللي ما مصدقين انه مينا ما لنا عامله عمليه تجميل خاصه الاشفاف ان شاء الله مع الوقت تكتشفوا ابنها بس خلاص ليه مودين الولد على نفس الدكتور لو سمحت من لما ولد لا يعني يعني when the time is right لما انتم ما نزلتوا له اي شيء على زيرو لهلا زيرو اكيد اكيد وهي يعني personal choice and I respect it 100% بس أمر يعني جاي تماما بين نينا وحسان ميكس إيه كفاية تماما يعني تبع عيون ملونة وشفاف داخل العقل وهيك وش مدور أمر وضحكته يعني بتعبي الغرفة it's unbelievable well, he loves Uncle Sam كتير what he's a blessing. The godfather what a blessing I'm so honored يعني الصراحة it's unbelievable yeah, sweet الحمد لله زعلنا قلت يا رجل كنا على فكرة عوشك نجيبه بس جانا فكرنا انه هلا لانه موعد نومه ف اتس اول جود يعني ليك صار اللي صار وثانك يو ماما حسان فور تيكين كير اوف ماما حسان وجمان وسينان وبابا حسان والعائله كلها وبيان اذا وبيان كنا بدنا نجيب بيان معنا اختها لجمان مرته لسينان هلا هي شيز هيز جيرل فريند هلا بيطلع فيها هيك اوكي بينام على كتفه خلص بلش من هلا انا عم غار ناقصني غار انا ناقصني غار كيف كانت السنة عليكم it's been such a crazy year السنة الماضية other than أني أنا ما شفت أهلي it was good صحيح أنت من قبل كورونا آخر أنا اليوم بيصير لي سنة واو متمانج anyway بذكر أنت لما سافرت نحن قبل ما تسافر كنا قاعدين ثلاثتنا تحت عم نحكي وقصص يا الله يا بنت خيي هلا صار عمرها سنة وأربعة أشهر. Unbelievable. كان عمرها أربعة أشهر آخر مرة شفته. واو. It's fine. Everything happens for a good reason. أكيد أكيد. حتى لو كان هيك شيء عم تحسه إنه سيء يعني بس it's fine. نشاطات ما نشاطات على المستوى. هلا بحاول قد ما في ضلني أكتف شوي على السوشيال ميديا writing songs new songs. بزبط قصص بس أكتر وقتي عم بيكون علشان يعني معبيلي كل وقت حبيبي حسون أنت كيف الشغل بستار اف ام؟ Very good الحمد لله الحمد لله بطلته ريموتلي رجعت من فترة أنت 100% 100% صف أول هيك to keep up يعني to keep up with everything it's a live radio station right باللايف صعب شوي تكون أكيد الريموت ولايف شوي مش عم تزبط زبطت لفترة بس إنه it's very hectic أنا تزبط for a long period عم تلحق تعمل شيء بعد الشغل يعني بين الشغل وbeing a dad and a husband ليك يعني I'm blessed ما فيك تعمل شيء من غير a support system أكيد I have أكيد. the best support system in the world you guys are blessed I am indeed I am more blessed than she is having her I am more blessed than her yeah. I'm a handful يعني she has two kids now in the house she's doing a good job so far. كي غاز الحمد لله. خجلتوني صراحة. إنه هيك هيك. طيب. بدي أعرف ليه مش لابسة هيدفونز؟ مش طالع صوتي؟ لا طالع صوتي. طالع صوتي. طالع أوكي منيح خير. مشان شعرات الحلوين هنا عشان ما تنزع اللوك يعني. لبسين الله. حسنينا the project. فكرتك وفكرة ماما حسان ما هيك ولا؟ لا فكرتها purely. طيب هات أعطينا بس ماما حسان كان الفيتو الفيتو فور ولا against أوكي أوكي لوك
صراحة أنا عملتها لسببين بس ما قلت له شو السببين الحقيقيين. يعني أنا عرضت عليه الفكرة وبراسي مخطط أوكي. أول شيء ما قبل، فعرضت الفكرة على ماما حسان، حبت الفكرة وقالت لي أعرض عليه. هو قال لي عملي لي presentation. أنا عيني عملت له presentation وقنعته وقبل بالموضوع، بس كل اللي كتبت له إياه كان ما خصه باللي أنا عن جد يعني عم فكر فيه. أنا جوزت إنسان بالنسبة إلي موسوعة يعني، ولازم يعني أول شيء الله يخلي له قبيلته مكفين ومفين and they support him كتير. بس حسيت أنه هذا الصبي، هذا الرجال سوري، هذا الصبي أفكاره لازم تنسمع على هيك نطاق أوسع. وطالما أنا عندي البلاتفورم ليه ما بنجمع اسمينا مع بعض لتوصل أفكاره للي بيتابعوني اللي هن من الجيل الشباب اللي لازم يسمع هالأفكار. ف انا شوبت، انا عطو انا عطو حققت هدفي. طيب الفكره الرئيسيه شو كانت لحسانينا؟ البرزنتيشن؟ لا لا، انه انت what did you have in mind؟ لا لا، شو كانت فكره البرنامج؟ لا وكمان في سبب تاني، نحن ما كنا معلنين عن زواجنا. وقد ما انا فخوره اني مجوزه هالانسان، كنت بدي هيك طريقة بس خليه انه يعني يقبل انه نفرج العالم انه نحن مزوجين. وانا كنت حاسه بضغط كبير انه انا ما قادره انزل على السوشيال ميديا شيء إلي غير ما بين اني عن جد بغير بيت. طب وين نينا؟ طب ليه صارت؟ وطلع اخبار انه نينا قاعده بالامارات لحالها، مدري شو عم تشتغل، مدري شو عم تعمل. طلع كتير اخبار، كان عبالي انه فرج العالم بطريقة ما اني انا تجوزت. فكانت كمان عصفورين بحجر واحد. 10 months later فعليا انتو you announced your marriage على منصة حسنينة. اول حلقة كانت انه نحن عنا سر بدنا نخبركم اياه، بس انه نحن عنا سر يعني. بس قصدي صيغة حسنينة كانت انه شو يعني as حسان الشيخ ونينا عبد الملك are doing a thing ولا شو؟ لحد عرفت كيف انه for people to even tune in يعني كيف بدهم يعرفوا؟ نزلت ستوري قلت لهم اليوم عندي خبر فيديو مهم ما حينزل على قناتي، بعد شوي بتعرفوا على اي قناة وشو هو الخبر. اوكي جاتشي جاتشي. ودغري فتحنا التشانل وحطينا اللينك تبع الفيديو وخوت العالم اوكي يعني. اوكي طيب انت حسان شو كان تحفظك على انك تعملوا شيء سوا؟ لا اي نو يو كان love. عنده تحفظ كبير بعرف بشكر ما الكومنتس العالم. هاي القصة من أيام زان وحسان عنده ما كان ما كان بده ما حيقدر يتحمل يشوف شيء يزعجه يعني يمس فيها أو يمس بكيان الأسرة. You know هلا I understand. I definitely know how it works. طيب غير الكومنتس أعطيني أنت شو الأكبر سبب كان عندك؟ الحمد لله يعني كنا ربنا رزقنا بشريحة كبيرة جدا من المتابعين سوبر كلاس، كتير ناس جميلة تدعي بالخير لمن رباهم، بيمثلوا أهليهم حتى لو من خلف شاشة بطريقة كتير كتير كلاس، إلا ما يطلع لك جرو أو جروين سوسة هدول بلوك سريع بيختفوا. My main concern كان الconsistency. Consistency ولا مرة قلت له إنه هذا main concern. إنه تكونوا تدرانين. Okay, one of my concerns كانت الconsistency، إنه ما بدي بلش شيء ونقطش وبعدين نرجع وبعدين نقطش. وهي صارت ما فعليا يعني. ايه هي من الشغلات انت جذبتها لكن لانه كان your concern. لا هي مشكلة حقيقية يعني انه عطيني سكجول لعشر حلقات 20 حلقة at least I know انه في عنا 10 حلقات in the pipeline انه في عنا شيء نكمل فيه. لانه انا يعني قبل ما نبلش حسنينة كان صار لي 4 سنين I'm producing a شو اسمه a vlog a day. yes and you know قديش كنت تتعب على الموضوع واشتغل. Energizer Bunny ما شاء الله يعني coming from a background عندك 900 فيديو بقناتك على قناة اليوم نزلنا بعد 3 أشهر من نزل بعد 6 أيام you know like ما لأنه ما كان في direction. once لقينا direction مشينا عن جد فترة كتير منيحة لحد ما بلش شوي نتعذب مع عشان شوي بالبيت وقطشنا. بس لما لقينا direction اللي هو أنه نقعد نختار موضوع نعمل شو اسمه الحلقات السناكس اللي نتجاذب أطراف الحديث كان عن جد شيء خلص أنا اقتنعت إنه هذا دايركشن حلو للقناة. لأنه بالأول كنت أنا براسي طب شو بنعمل؟ بنعمل مثل كابلز العاديين إنه نحن رايحين طب ما نحن ما منروح وما منجي عن جد كتير بيت وتيجي. هلا هي سأبت إنه كنتوا مسافرين إجيتوا لعندي على أمريكا أو كتير صار عندك قصص يعني كبداية كانت حلوة لأنه كان فيها حركة غير فيها حركة صح
فأنتو وفلوكس إيه؟ عليك كانوا عن جد حلوين. Yeah, yeah, yeah. بس بعدين صار كتير أمور يعني وضاعت الدايركشن وأنا صرت مش مقتنعة لأنه يمكن أنا لأني بلشت القناة لهدف غير ما فكرت بهول الأمور مع أني كنت حاطة أنه أفكار لأشياء نصورها بس شئت الظروف أنه ما طيب if you could go back in time يعني لو فيك لو تعيده إطلاق حسنينا كيف كان ممكن تعملوا بطريقة نبلش بنفس اللي هلأ نحن عم نعمل نبلش بالوصول لنا نبلش بالسناكس وجمهوركم متفاعل مع آخر صيغة يعني بيكتام يعني هذا اللي ما يطلبه جمهور حسنينا فعليا يعني ليك الجمهور اجى على الكونتنت يعني لانه يوتيوب از ا فيري جينيوس بلاتفورم للاسف الاكسكيوشن تبعه تعيس من yeah, من, ورا yeah. من ورا بعض الناس yeah. بس انه كبلاتفورم اتسلف هناك تفاحه لكل من يريد يعني بدك هذا اللون موجود وبتخلق القاعده الجماهيريه تبعتك بما تريد فلو كنا بلشنا بالسناكس من اول يوم لم يكن هناك تغيير في الدايركشن كان ممكن القاعدة الجماهيرية عرفت من أول يوم. عرفت من أول يوم. نحن we confused them شوي. في ناس بتقلك يا عم رجعوا للفلوجات يا حبيبي بس القناة منا فلوجات بس. يا عم رجعوا لمواضيعكم الطويلة يا حبيبي يعني المواضيع الطويلة يعني كانت فلوجاتنا أو البودكاست فيديو كاست تبعنا 45 minutes minimum. هلا صارت السناكات أبو بين ال 5 minutes لل 15 نحن المشكلة إنه اكتشفنا our direction بخضم يعني غير هيك هي يعني the thing about YouTube إنه الواحد لازم يجرب أكثر من شيء لا يعرف وين جمهوره عم بيتفاعل فينا نقول إنه الشيء اللي توصلتوا له هلا أكثر شيء عم بيتفاعل معه جمهوركم لا شو أكثر شيء تفاعل معه جمهور to be honest الأشياء الأخف يعني فلوجات الناس بتحب تعرف القصص الشخصية عنك yeah, حياتك الشخصية ودائما هذا بيجيب جماهير أكتر وفيوز أكتر بس نحنا مش هيك سو نحنا مبسوطين باللي حابب هذا الدايركشن ونمين أنه نوسع هذا طيب هلأ كاكنسيستنسي كل ايمت عم تنزلوا أنتو هلأ نحنا صرنا فترة عن جد نحنا من وقت ما بلش شان تيدينج صار لأنه كل الوقت هيك playing وصريخ أو عم يبكي عرفت فصعب كتير وآخر كم فيديو إذا بتحضرون كتير عم بيشارك معنا شان كان هلأ مش مزعج بالنسبة لنا بس ممكن في ناس تتضايق لا بفهم it's not easy خاصة بالعمر يعني سبع شهور it's getting better بس وبعدين being parents لما بيريح الولد نتفة بيروح بينام له نص ساعة ساعة during the day أو ساعتين في عندك غزليار شغلة تانية كانت on hold لأنه كان صاحي on giving him attention فما بتصدق يا أنك ترتاح شوي نتفة مشان like to recharge for you to be going for round 2 أو round 3 أو round 5 مع أنه اللي عم بيصير هلأ معشان نحن لو منصور فلوجات ومطلعين شان actually على الشانل بحس نحن هلأ صرنا number 1 يوتيوبرز على اليوتيوب يعني بالعالم العربي أنتوا بس حطوا شان thumbnail لكل فيديو لأنه خيط الله عيلة على فرد ميلة يعني إذا مثلا بكي شان شوي كلاونز I gave you my heart والد ماكدونالدز هاري فارم ماشي يعني لو في كاميرات بالبيت رياليتي شو that goes without saying يعني أنا الصراحة لما قلتولي أنكم كنت تعملوا قناة تحكينا شوي بالموضوع حكينا I thought for sure you guys would completely just sweep يعني بس صار اللي صار بما يتعلق بكورونا وتغيرت المخطط it's all good هلا ليك we might يعني sometimes in the future in the future عادي جدا ليك عندك two creative people البار تبع الكرياتيفيتي تبعهم شوي عالي فمش ما فيك ما قولبنا حالنا انه هذا هيك وبس لا لا ممكن نرجع نغير الدايركشن يا رب تعرف قناتكم حريتكم ايه بالضبط this is our digital creative zone it's our house technically speaking اهلا وسهلا بالضبط بدك انا حياك الله ما بدك انا فيز غزاليار فيديو تاني تروح عليه بس رح تاكل بلوك انا for me when I fall in love with two personalities لو شو ما عملوا بضلني تابعون لانه بالنهاية شو ما عم يعملوا هن يعني وخاصة يعني ليك في عالم بيجوا بيدقوا الباب بيطلعوا انه is this what I want no it's not في عالم انه they can't قد ما اعطيتيهم to like please give us more صح عرفت كيف ف يعني انك ترضي الكل يعني صعبة يعني it's impossible almost and you shouldn't really aspire to do that اكيد طيب هلا بس انتم ترجعوا
انتظموا أكتر. Yeah. شو الايديا؟ أكون في بيبي تاني. give her a break. أنا ماليش دعوة. I don't want him to give me a break, man. خلص. هلا لكل الصحافة والإعلام اللي اقتطعوا هذا المقطع. هل أعلن حسنينا إنه هناك ولد قريب؟ لا ما في منه. Is there something you want to share with us, Nina? ما في منه هالحكي. Trust me. عيروا لنا اليوم 8 months later 8-1 8-1 الله 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 يطعم كل محتاج يا رب. أكيد. طيب بما أنه فتحتوا السيري, do you guys have an ideal number؟ يعني كم ولد حابين أو ولد أو بنت؟ أنا بالنسبة لي عيني وراسي, بس أنه honestly it doesn't matter. أنت بتآمن أنه الولد رزقته بتجمعه؟ 6000% man. أنت عم تحكي مع شخص مسلم من 1000 سنة. أنا بعرفه بس بدي أسمع من 1000%. Of course. نونزي. هو أنا هو أنا عايك. أنت ما كنت للي بيقول إنه هو بيلعب لبحالته وغير سلطة حسن. أعمل هيك وانت تحرك يا معنين. لا فعلا عن جد برو. وشان أنا يعني think about it in 2 seconds. يعني أوكي, كل كبار, خلينا نحكي من منطلق بزنس. كل كبارة الكرة الأرضية بيقول لك there is no company too big to fail, صح ولا لا؟ أرى جيف بيزوس شخصيا بيقول لك there is nobody to طيب be to fail. Atari failed, Kodak failed, IBM failed and it طلعت من تحت الأنقاض. Apple failed miserably وطلعت من تحت الأنقاض. Next اختفت. بس شو خاص البزنس هون ب So technically speaking, money, الفلوس, القروش does not equal sustainability. لا هذا واحد. هذا واحد. اثنين, إذا بدك تحسبها ماليا, إذا كل ولد بيجي وبتيجي رزقته معه, إذا بدك تحسبها ماليا إنه بما إنه عندي هالمصاري and or عندي المقدرة المالية إنه to support ولد واثنين أو ثلاثة, والله أنا ميزانيتي هالسنة بتسمح لي إنه أدعم فقط 3 أولاد, أكتر من هيك ما فيني. I'm stretching it. طيب أوكي, بلكي عندي ميزانية أدعم 10 أولاد وجبت 3 وربنا قال لي you know what, هلا من هون 5 سنين أنت رح تنفلس. طيب time out نينا. أنا عندي نظرية تانية وفهمتها أنا أصلاً بشكل آخر. أنا ما عم أقول إنه الولد بتجي رزقته معه, يعني بس يخلق الولد هو حامل مثلاً مليون. Hey mommy, thank you for carrying me for 9 months. هيدي هديتك. لا مش هيك, بس الأهل لما يصير عندهم ولد, أول شيء بيصير عندك الموتيفيشن إنك تشتغل أكتر وتصير أكتف أكتر لحتى تطلع مصاري أكتر لحتى ما تحرمه من شيء ويكون عايش حياة حلوة وبلا بلا بلا. فلحالك لما تتغير your mentality بتصير تجي رزقتك, فالولد تجي رزقته معه. بفهم. هاي بالنسبة لي أنا. يعني ليكو, أنا بالعموم everyone has their own opinion. Yeah. كان بيهمني أعرف. أكيد يعني ما نفاتين بصيغة نحن اللي بنفهم لا عرفت كيف, بس كان بيهمني بس أعرف وجهة نظركم بما يتعلق بهذا الموضوع. Yeah. طيب بما أنه حكينا بتجري في رقم بدك رقم, هل هنالك رقم أمثل بتعتبري أنه يعني أنه 3 is good 4 5 6 7 is good؟ ما أنا ماني مجربة شعور لا 2 ولا 3 وحتى الوان هلأ بعدني عم جربه. يعني ولأنه كتير حبيت الشعور, إذا بتسألني عدد بدك تجيبي أولاد بقولك 10 يعني. أوكي. إذا مثله, فإذا التاني غلبني بقولك خلص ما عش بدي. كفا الله عم شكرا. يعني ما بعرف. أوكي. بس أنا عبالي يكون عندي عائلة كبيرة, لأنه أنا ماني جاي من عائلة كبيرة. أنا وخي لحالنا بالبيت وكنت بتمنى يكون عندي إخوة أكتر. أنا بشاركك بهالشعور. يا وهني سند بعدين, يعني بكرة بس تكبر أولادك حيكونوا هن أو اللي مثل أولادك كمان, حتى للي ما بيقدر يجي أولاد. يعني أنا ماني متزوج, بس قصدي I always thought إنه having 4 would be great. هلا أنا عندي أخ وأخت, فا I know what it's like to have a brother. وبعرف what it's like. بس بحس إنه ياسمين لو عندها أخت يعني انحرمت من إحساس. يعني to have a sister. يعني ideal for me شابين وبنتين. بس أكيد أنا ما فيني أقول والله. ما فينا ما هالمشكلة. عرفت كيف؟ بس معك أنا بقصة إنه أهلي كلهم, يعني أبي عنده 5 أخوات شباب وست أخوات, يعني وأمي كمان نفس الشيء. عندي تقريبا 80 first cousin. أولاد خالي, أولاد عم, أولاد خال. عرفت كيف؟ هذا الإحساس يعني عطاني power man unbelievable. كتير حلو unbelievable. هتفوت عضيعة على حارة مثلا كلن عيلتك. exactly. man تفوت ملك, بتفوت رافع راسك لعند عسابة. هلا ليك في شغلات عم تتغير أكيد, يعني إلا بعض العمات قارب إلهي كسر إيدين عمت واحد بعرفه. شكرا حبيب القلب الله بالخفي. ويشل 6 كمان واحد بعرفه. لا بفهمها للحالة, يعني أنا تأكيدا لحكيك كتير بحب حالة العائلة الكبيرة. فبس بالأخير أنا شو قلت إنه since I'm not the one bearing the kid, عرفت كيف؟ يعني الله يوفقني بحدا بحب
لأنه يعني رح تشيل جزء كبير من الموضوع، يعني هي اللي رح تحمل. Exactly. ف يعني I hope I find someone، بس بالأخير يعني شو ما الله قدم فهي رزقها. أمي هون هون شايف النقطة، شو ما الله قدم that's it. بس أنت your job is to choose أمامه before you، لأنه أمامة. You choose أمامة. You have the أمامة and a life partner. أقول لك شو، when you choose a mama، أنا عم بحاول عبي الفراغات، لأنه إذا you choose a mama خلص طقال بده ماما. لا مش العادة مش يعني. لا ليك اللي بده يقولب اللي عم بفصله هلا، صاروا قديه هلا، what's the count on the genders nowadays بالماركت؟ back in the day ربنا خلق ذكر وأنثى، هلا صاروا 37. في واحد منهم اتقوس هذيك النهار لأنه مفكر حاله غزال، صيادين الغزلان قتلوا واحد من الجندري. بس إذا if you prioritize the characteristics تعيد a mother، وبعدين ربنا رزقك الحمد لله، ما رزقك كمان الحمد لله، الحمد لله كل شيء. بس the choice having that characteristic whatever هذه الشخصية أو هذه السمة الشخصية بشريكة حياتك of course تتطور و gets polished وهيدا. الخاصية الأهم بالأم هي التضحية. الخاصية الأهم بالأم هي selflessness. هذه الخاصية أنا بوجهة نظر الخاصة مش عم عمم ما في select all copy paste تحديد الكل إرسال، ما في. هذه بوجهة نظر الشخصية having that having a mama نواة داخل الفتاة التي ستتزوجها، ستجد الحبيبة والصديقة والأم والحنونة والأخت والقوية والظهر والسند، حتى لو ما جبتوا ألف رجال وكفوا وعلى الخبزة والزيتونة وكافيار وستيك، حتلاقيها بكل شيء. لأنه this is أنا بالنسبة لي this is a mom. This is what I found in this girl. She was in her early 20s. We used to go out clubbing, man. That's not a mama, but inside of her. What's wrong with clubbing? Being a mama. It's not about. Can you not be a mama? No. family oriented ماما بتكون more nurturing oriented ماما بتكون الصراحة حسنا I've met both types يعني like أنا مش عم I've seen people like مثلا أمون رفيقتنا أماني yeah definitely في أكثر منها ماما أمامنا she goes out every weekend 100% إذا بتطلع تطلع خمس مرات بالنهار تطلع أي but أنا ليك بس مشان كستيريوتايب إيه النواة اللي جواتها شو nurturing yeah of course loving, of course لا of course ولسه الوقت بتكون عم تفكر بجد يعني أكيد, اكيد 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 90,000% of وقتها وين ما كانت تكون. مش عم بقول لك احرمي حالك وعيشي بس لكرمال اولادك definitely not I am against any لا اب ولا ام اذا عنده اولاد يعيش بس لاولاده against ما القول الواحد مبسوط والاولاد ما حيكونوا مبسوطين أكيد. ضد أكيد. مخي جمله وتفصيله ضد مخها لحبيبة قلبي. انا حسان عم فوت هالمداخلات بس لانه العالم ليك انا بعرفك من زمان صرنا 7 سنين نعرف بعض نينا وي ما تقريبا 3 سنين فبعرفك بعرف نواياك للاسف صارت شغلي من شي شهرين بما يخص انا رايح بالموضوع لهناك بعرف ما انا لاقول لك يعني انا شخصيا لاني بعرفكم قلت حرام ليه صار هيك لانه انت فهمتنا بس غيرك يعني انا فهمت. بعرف شو صار واللي هو يلي بده ياخذ الموضوع وياخده على محل تاني يعني اذا بلومكن اذا بدنا نقول بلومكن هو اللي اختيار هذا السبجكت لانه حق الالغام ماشي مو معناته ما بيحق لك تعبر عنه او تعبر عن رايك بس للاسف انا للأسف انا انا لم انا اللي نقيته على فكرة وأبدا أبدا أبدا ما خطر على بالي إنه يكون حق الألغام يعني ما بعرف هذا يجي عن جد ما بقى يعني لا 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 نقيته هيك إنه قلت نحن فينا نحكي كل شيء على قناة What you said is beautiful What you said is beautiful رأيك على عيني وراسي ونقطة انتهى واللي مش عاجبه عمي هن استفزتهم كلمة تكاثر بس هن إنه أوكي طيب
قلت كلمة تكاثر ممكن فهمت بطريقة كتير غلط، بس إذا واحد طلع قال سبيتش مثلا أوكي أو معلمة بالصف عم بتقول قيم ومبادئ، طب هي ما عم تتكاثر من خلال نشر فكرة وهيدا؟ يعني صار في مثل فكرة على صغير عم تنتشر. يعني الماما مش بس الماما، الماما هي نينا. والله أنا برجع بقولكم لأني بعرفكم يعني للأماني حسون، يعني أنا بعرفك وبعرف قديش عملوني مع الضرب والعنف. ما عرفت أنت كمان ليكو ذكورية بعرف. لكن بدي أقول لك أنتوا بلشتوا كتير صح، يعني أنا لأنه إجاني تبع مليون إشعار بنفس الوقت أنه what's happening، لأني بعرفكم وكذا. ف personal friends and work friends and other things، أنه شو عم بيصير. أنا بالأساس ما نعرفان لأنه كتير كنت مشغول ومشلوش، فأنا was like okay something must be happening I better watch this. ففتحت للأماني your setup was perfect for me، لأنه لما شفت عن شو الموضوع قلت أنا أول ردة فعل عندي كانت أنه طيب معلش هل هنالك إجماع عن معنى الفيمينيزم؟ وأنتوا هيك بلشتوا. You opened up and you're like definition. ما هو ما في إجماع يعني أبداً. لحتى الواحد يكون pro يعني للتوضيح. It's not black and white. لا لا أكيد أكيد للأسف للأسف وفي مليون camp في مليون flavor للفيمينيزم exactly. للأسف يعني I am pro women's right. I am pro women's. Who is not؟ في والله ليك بتلاقي في عالم لا لا okay, لا لا. للأمانة حسان في من... عالم okay. هو مين بعقله الواعي ومين بيعرف الله ومين بخاف ومين متزن حسان who's against any human being's right. وحدة المعايير، ما في وحدة معايير حسان. Come on, إذا ليك إذا ما في وحدة معايير كيف بدك تقيم؟ مزبوط. ما هي أكبر مشكلة. وأنتوا هيك بلشتوا يعني قصدي أنا لما شفت السراب قلت سليم لهون، بس بعدين حسيت أخذ يعني I could understand كيف العالم صارت نعبت فراغات وخلص انه معناتها this means برو بتعرف. لا يوجد لا يوجد اي شخص لم يحضر الفيديو بشكل كامل لم يحضر الفيديو بشكل كامل وعلق تعليق سلبي. انا عندي هو المقطع اللي نقص هو انتشر. اول شيء تم اقتصاص هذا المقطع اقتصاص هذا المقطع، وهذا هو المقطع اللي انتشر والعالم ادلت بتربيتها سواء راقية أم لا أدلت بتربيتها على منصة إنترنتية مفتوحة بدون رقيب أو حسين. هذا واحد. سيني أي لأنه أنا ما عم أقول المرأة للبيت وما تشتغل وتعود، ما هي يعني أنا قدامكم أكبر إكزامبل بعدين قصه you know؟ نين أنت بتعرف أنه نحن when we upload a video على اليوتيوب بتعرف how many people watched and for how long. هذا الفيديو كان مدته 18 دقيقة. The average watch time 2 minutes 7 3 minutes 4 minutes whatever it is. يعني so technically إذا في تعقيب حسان إذا في تعقيب أنت خاصة كونك إعلامي ابن إعلامي you should know. يعني هلا ما رح أقول لك بس يعني you should have known better لأن بتعرف كيف تقدر لك الكونتكست. شايفين هالقعدة فيني بالمنتج تبين انه انتو عم تسبوني وانا عم سبكم. مزبوط. طيب يعني انا لا لا عرفت كيف بس يعني نحن استعجلنا ميبي ما يمكن ما نحن لانه كتير عفويتنا تماما هذا اللي بدي اقول لك مش يعني فنانه واعلامي يعني نحن بعرف وفي جمهوركم بيحبكم لهذا السبب اللي ما بيعرفكم يعني في شق اكثر من شقين اللي بيحبوكم كتير واللي بيكرهوكم كتير وفي انه اوكي بيمر مرور الكرام indifferent. فواضح انه في عالم انه لا شو صاير وفي عالم خلص لانه اخذوا بس اللي بدهم ياخذوا يعني interferes مع الشغلات اللي براسهم. الناس اللي حضرت لنا كل فيديوهاتنا وبيعرفوا نحن كيف بنفكر والمواضيع اللي تناقشنا فيها من قبل عرفوا شو قصدنا. بس الناس اللي اكتشفونا من خلال الانستغرام مثلا او تويتر وشافوا بس هذا المقطع وما عارفين ابدا احنا فيديوهاتنا السابقه شو حكيين فيها وهيك حكموا على هال15 ثانيه وانا مبلومه لانه انا يمكن من الناس اللي اذا شفت هيك فيديو بقول ليه عم تحكي هيدا هيك. كل ما هذا اللي بدي اقوله كلياتنا معرضين وكلياتنا صار معنا هيك انه حكمنا على اشخاص قبل ما نعرف الصوره المتكامله للاسف. It's a cancel culture 100% يعني. انا اذا التعقيب الوحيد انه في شغلات المفروض تكونوا أحرص بتناولها إن كان يتعلق بالجندر الشغلات الحساسة what gender you are your sexual preference. أنا يعني بغض النظر what my opinion is في شغلات بتحسيها حق الألغام لأنه كيف ما قلتي شو ما قلتي في ناس حتاخدها غلط عرفت كيف I'm not saying you shouldn't talk about that بس يعني بعتقد الأسلوب هاي حسن بدأ لك يمكن ما أنا قايل لك ياها من وقت ما صار قصت الفيديو لأنه منعرف بعض وفي عالم تعرف أنه منعرف بعض. أنا لأني بعرفك I know you ما رح لك inside out بعرفك كتير منيح عرفت كيف في عالم تقول أنه إحساسها أنه حسان comes off أنه هو عم بينظر هو اللي بيفهم عرفت كيف
I understand. هو بالبيت هيك بيحكي يعني هو بيتحمس زيادة عن اللزوم. بعرف قصدي. فلقلك شو صار؟ في نار already شاعلي بما يتعلق بموضوع الكونتنت زائد أسلوبه. He wasn't aware of it. إيه ما عملك زائد أسلوبه لحسان يلي for some ممكن يجي شوي استفزاز، عرفت كيف؟ ويعني تبع كله تأجيج بتأجيج تبع إنه خلاص يعني اللي بده هالقد صار عنده قمر نووي. وأنا قلت ليش النسويات غاضبات وما حددت أي نوع نسويات يلي شو يلي بدهن يلغوا الرجل كليا. لأنه في عن جد في نساء ما منا قبلاني يكون في رجل بالحياة، هي بتكون محله. وفي لا بنرجع من نسويات بنرجع انا انا مع النساء يعني انا بالنهايه شو شايفين يعني خروف you're the prettiest خروف يعني بس نقطه اخيره بهذا الموضوع اللي اعطيناه صراحه اكثر من حقه. لا مو اكثر من حقه يعني بدك تكفي وبدي اسال سؤال اخر لنخت. لا بس احكي اللي عندك. I'll ask you this question what is إذا كانت بكوكب الأرض هناك وظيفة واحدة يجب أن تستمر. What is the best job on earth? أنا I'll reframe it. لك ليش؟ كوظيفة مدفوعة الراتب من؟ مراتب. مدفوعة الراتب. A job. أعطيني a job that we cannot live without. وصعب ده يعني. أعطيني ما شو ما يخطر على بالك. في أنا أقول طيب. قولني. أنت. دكتور. أنا. بتوافق الرأي أنه الدكتور من أهم الوظائف في العالم؟ أجل أوافق وشدك. الدكتور مهنة الطب شو مكان اللابس البالطو؟ تمام بتوافق؟ sure. أوكي. أنه كتير مهمة. هل يعني هل أستطيع بإجماع هالأربع خمس أشخاص اللي موجودين هنا أنا أقول أنه أهم مهنة في كوكب الأرض هي الطب؟ لأنه أنت قلت هي لا يعني ما فيك تجزم من أسهل المهن يعني. أوكي أنا أهم يعني أنا بوجهة نظري أهم مهنة هي مهنة الطب. أنت بوجهة نظرك أهم مهنة هي مهنة الطب. أنت بوجهة نظرك أهم مهنة هي مهنة الطب مثلا. هل هذا يعني أنه اللي ما صار دكتور مش مهم؟ لا أكيد لا. هل هذا يعني أنه كل العالم لازم تصير دكاترة؟ أكيد لا. بس لك أهم من اللي قلته انه من وجهه نظرك انت اهم. ما هو ذا هول شو اذا من وجهه نظر بفهمان عليك ونحن في ديسكليمر باول ايه بعرف بس yeah. مين بيقرا بالعاده بتعرف همي مين بيقرا لا 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 حسن لا حسن معلش لك لا انا هون بقول لك يو شود نو بيتر يعني بالاخير لانه حتى لو حطيت ديسكليمر حسب بنصه معلش فهمان عليك لا حسن بس لك حتى لو كل ثانيتين حطيت نرجع من منذكركم والله probably I have to put a marquee down a ticker down إيه مو بس ticker يعني للأسف قد ما كبرت الفونت عرفت كيف تبع العالم people don't read من الآخر يعني إذا حطيت شو بدي أطلع نزل أنا فيديو لا حسن أنا معك بس برجع بقول لك هي what was missed بهالقصة كلها إنه آراء ماشي وأنتوا influencers محسوب عليكم influencers عرفت كيف إنه بالنسبة للي حب يعني يتسلى فيكم يعني they had their day ما علينا. أنا بيهمني بس آخر سؤال بما يتعلق باللي صار. أوكي. عندكم أي regret؟ Zero for me. نينا, قولاً واحداً zero. If you could go back and do it any differently. كلمة تكاثر. إنه كنت بتختار كلمة تانية مثلاً. براسي كنت بقولها بس كنت قلت شيء تاني. طيب. لأنه للحقيقة it wasn't a good feeling وأنا ما بدي أقعد هلأ يعني قول وقعدت أضحك وهالك شو عم بيصير فيه. لا I was bullied very hard. بفهم very hard. From females البروفايل تبعهم بيقول لك كاتبين بالبنط العريض للمرأة حرية إبداء الرأي. نعم تبنا وعندما أبدت المرأة اقتلوها. ايش في يعني شو فرقتي عن 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 زوجها المعنف؟ بعدين انا ما قلت انه شو فرقتي يا عمي في نساء ما بيقدروا يجيبوا اولاد. انا ما عم بحكي انه لازم كل مرة تكون ام وهذا مو اللي قلتي انا بس البنت بفطرتها هي ام لك يا عمي جيبي كلب بسينه واعطيه حنيتك وربيه give this positive شيء اللي عطيك إياه الله وطلعيه على الحياة. It's a beautiful thing. أنت يعني you were expressing something يعني أنت you had just had a kid عم exactly. تعبري عن شعوري exactly. بفهم أنا بعرف قدي عانيتي بالموضوع يعني من الموضوع it was عفهم. Hard ما حكذب عليك يعني كيف جاوزتي أكيد حسان support and المقربين otherwise كيف انت تجاوزت المرحله تايم لما تضلك تسمع نفس الاشياء نفس الاشياء كل يوم خلاص بتصير تكسكن تكسكن النوم يعني طيب مين من الاشخاص اللي
ما توقعت يكونوا داعمين كانوا داعمين لإلك؟ أو اتفاجأت بشي حدا إنه they're like honey don't worry about whatever I'm with you إنه أرتك؟ أكيد بيكون وصلك شتم وكان بالمقابل وصلك نوع من إنه Nina you did nothing wrong or نحن بندعمك لو شو ما كان. I'm just wondering if that's something you... I was shocked من ناس بعرفهم من جامعتي ومن حياتي الشخصية طلعوا ضدي. أنا عرفت بالموضوع من my personal Facebook أصلاً, ناس بعرفها يعني لك هيدي الهبلة شو حاكي شو مخبصة شو كذا. الله يرحم بيا مات من جمعتين. مهم وحدي ورا وحدي صاروا يطلعوا واحد ورا واحد. بعدين كنت بدي أطلع أنا على ماي إنستغرام أقول إنه شو هون رفقاتي يعني هذا. بعدين انتشرت وصارت أكبر وأكبر. مين من الناس اللي ما توقعت إنه يكونوا داعميني ودعموني بهذا الموضوع؟ صراحة كمان أنا هون انصدمت لأنه اللي كان عنده شيء بوزيتيف ما حكى. أوكي. لا. إيه. لآخر شيء يعني لهيك ماي فانز. طبعا على مستوى الإعلام أنا بذكر لأنه لما صار الحدث حكيت معكم أكثر من حدا كان بده يعملوا انترفيوز بالموضوع, ما حنذكر مين من الناس مهمين يعني بالصحافة والإعلام, بس ما حبيت أطلع يعني زيد على الطين بلة فخلص خليه يطفي لحاله وأنا ما حأطلع أحكي شيء تاني. ليه بدي أطلع برر حالي؟ عندي ماي أون بلاتفورم مثل ما قلت هذا الرأي بقول رأي تاني وطلعت وما قلت شيء. خلص حرية نرجع منقول you guys did what you did. طيب okay. Is there a lesson learned from what happened? يعني yes. شو lesson? وعم نطبقه يعني just be more careful. Okay. شو بيطلع يعني فينا نقول نفس الفكرة بس بطريقة تانية وتكون هيك أسلس يعني للدينة. Okay. صرنا شوي نكون حذرين بالأديتينج إذا قطع شغلة ما تنقص بطريقة غلط. ما بعرف أنت شو تعلمت يا بيبي. نيكست خلاص نيكست أخذ كتير. طيب نرجع إذن على مضمون حسنينا لما بنرجع بانتظام شو بتحسوا the right pacing لتنزيل منزل content؟ هلا عم يتغير الالغوريثم كل شوي وشوي فمش كتير عم نفهم له, بس حسب ما شفت اخر شيء انه longer videos are هلا more واقل uploading days يعني مثلا okay. مره او مرتين بالجمعه ويكون فيديو 15-20 دقيقه. اوكي okay. طيب انتوا عم تلعبوا are you playing the algorithm؟ لا صراحه we try to catch up اوقات. انا مثلا اذا شفت مثلا هلا الالجوريثم كيف بحاول خبره بس انه ما لا we don't apply it يعني كتير كتير هيك يعني كتير اورجانيك كتير اورجانيك قابلنا نحكي بهذا الموضوع بنطلع بنحكي بالموضوع لو شو ما كان الالجوريثم يعني. طيب على سيرة يوتيوب انت شو بتحضري؟ what are you subscribed to؟ I'm not subscribed to anything but you انا بعرفك you watch a lot of youtube كتير. ايه شو بتحضري؟ بخبرك هلا ريسنتلي شو عم بحضر. ايه انا كتير بيهمني اعرف. الله يستر. حضرت كل موسم ستار اكاديمي تبعي. ايه اول مره بتحضري بعد ما كنت بستار اكاديمي ولا؟ وبدي خبرك شيء. خبريني. عن جد مرق 10 years من اخر مره حضرت حاله من بعد ستار اكاديمي. قدي صار لك مخلصه ستار 10 years؟ ما انا ظهرت حضرت. اوكي جاتشا. اللي صار 2010 انت ولا 11؟ 2011. اوكي تقريبا تاني سلا بيني سنة. مهم كل هالعشر سنين قبل ما أحضر أنا هلا كنت كان عندي نيجاتيف فيلينج towards the experience اللي صار. بس صار عمري هلا 28 سنة ورجعت حضرت من الأول صلحت كتير مع الموضوع كأني طويت صفحة you know. أكيد كنت بضرب حالي كفين بشي مطرح مثل وين أعطينا وعي عشو كنت كتير صغيرة مان كل شي بكيني يعني أنا مثلا مواقف تصير معي لو هلأ صارت معي أنا اللي بضرب كفين اللي قدامي ما بخليهم يحكوا معي بالطريقة أو يتصرفوا معي بالطريقة. مشيتي صوتي كان كل شي غير افتحي تمك أنت عم تغني ما بقى تغني من زلعينك. المهم كل هيدا النيجاتيف فيلينجز كلها هلأ راحت وحسيت خلاص هيك تحررت من الموضوع كأنه كان شي هيك مشنا وما بعرف شو صار. That's beautiful. Yeah. That's awesome. I'm so happy for you. لأنه I can imagine يعني أنه تبع you cringe you watch it you're like oh
that's not me. جبرت حالي في اشياء مثلا اقول طب فيها هلا لا بدي اسمع كيف غنيت بدي اسمع واعمل هيك خلص. طب كيف رضاك على ادائك الموسيقي بهديك الفتره؟ اي اداء موسيقي ما هي بتقول عنه اداء موسيقي؟ لا 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 طب بس هاي بداياتك نينا يعني معلش. I was unqualified. انا بديله ما بحطني بس كنت حدا مهضوم. طب معلش مين كان qualified اكثر منك؟ كلهم literally كلهم. كنت اصغر وحده واضعف صوت. اوكي كنت غني غلط مش مكان عندي صوت. انا في مرق يوميات كنت قاعده بوجهي لربحت نسمة وحدا ساره سوريه بوجه لهم تحيه وانا من عبر منبر وانا قاعده بوجهه عم قلت ساره بالمغنى فما غنيت من زلعيمي غنيت سوبر صوتي هلا بس انا كنت كيف كنت اسمعه بوقتها انه انا عم قلت ساره انه مثلا ومن الشوق رسول عرفت عادي طبيعي جدا بس بوقتها كنت اسمع هيدا الصوت انه مش صوتي بس هو بينما هو صوت الحقيقي انا كنت غني ومن الشوق رسول هيك هيك من هون وشد وشد ما تزبط غنيتين ورا بعض لانه يكون رايح صوتي هلا هيك عادي شو عادي هذا البيسي اللي طلع هذا هيك عادي ايه انه صوتي العادي بس انا كنت مفكره اني انا عم قلد ساره فصارت نسمه تقول لي طيب قلدي ساره دائما وغني هيك ما بقى تغني من زلعيمك انا صرت اضحك وها ولا لا كومبليتلي مش مقتنعه بالفكره انه هيدا صوتي وانا اطلع بحالي نينا ما انت هلا That's what you're doing now you don't see the future روحت علي كتير فرص وكنت أكيد لو بغني هيك كنت بقيت للفاينلز أكيد. طيب سؤال لو بقيت للفاينلز أو لو if you had won بس ما كانت فرقت يعني ما هذا جاي بدي أقولك لو طالع الأولى بستار أكاديمي شو كان اختلف معك برأيك؟ يمكن كنت رحت بغير ده يمكن كنت ضيعوني أو أنا ضعت أو ما بعرف يعني لا أنا I'm so glad إنه هذه هي my path like, that's where you were at the time that's it's where you are story now it's a good story and I love it طورت حالي بحالي أكيد لك نينا حكيناها عزان وحسان وحاكي لك إياها in person وبرجع بأكد لك كحالة فناني and I take full responsibility for what I'm about to say You are the most qualified to be exported. صوتاً، جمالاً، باكيجاً، كل شيئاً. يعني نينا صراحة لك I hope there are more of you. بس لهلأ ما مر علي وبتذكر حسن. واللي I hope so. يعني عن جد لما يعني تبى تذكر لما عمل لك الشعر نينا جننتينا. يعني أنا وحسن تبع فتنا ببعض يعني إنه what the hell is that? يعني unbelievable. بما انه عم نحكي عن تعرف انه هو مش حاضرني ابدا مش حاضر ولا حلقه ولا حاضر شيء ما بيعرف شكلي كيف كان اصلا شو السبب ما بعرف شو ستار اكاديمي انه بعرف شو ستار اكاديمي بس انه بقول له برايم بقول له شو يعني برايم اي واز مش بهالكوكب هلا انا اي اندرستاند يعني ذكرت الموضوع انا ما كنت بالوطن العربي فما ما مروا علي بس حتى بامريكا مثلا ماني حضر لا امريكان ايرو لا اكس فاكتور لا انا قصدي ما بقول بوقتها ما حضرتوني بس قصدي مثلا انا انه اذا تعرفت على حدا مثله هو بحضر له كل شيء بالحياه يعني انا حفظت له كل فيديوهاته انه ما كنت انترستد شوي تفوت تبحبش كيف كانت نينا بستار كان عم تتصرف عم تغني مين اللي كانوا معها شوي تك حماس ما في خيي اي هاف ذا ريل باكج بي يو هاف ا ديفرنت فيرجن صدقني طيب انت طيب تتمنى منه لو يحضر اود نينا لا 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 شاف تناقض اللي انا عايش فيه لو ما في ولد بيناتنا كان يغير رايه طيب غير ستار اكاديمي شو عم تحضري على اليوتيوب ايه بقى هذا كان السؤال صح لانه بدي اساله لحسن نفس السؤال انا بورينج لا مو بورينج اي ثينك اي نو ذا انسرز فاينانس اند تك خلصت شو عم بحضر مان انا كتير بورينج ميك اب توتوريالز هلا ما بعرف ليه سردتها اصلا مش يوتيوب نتفليكس على النير ديث اكسبيرينسز هلا نزل جديد و دوكيومنتري سيريز ولا اتس ايه دوكيومنتري سيريز من شي 5 حلقات تقريبا اوكي بيحكوا عن الريانكارنيشن كمان وبيحكوا كتير انترستد انا بهول السبجكتس ايه وبيخبرونا بس اجوا حيموتوا وشو شافوا كلهم انه اذا بتجي بتجمعهم كلهم هول الميليونز اوف بيبل كلهم صاروا حاسين انه
عندهم إيشوز هلأ بالحياة لأنه رجعوا وحاسين حالهم on a different level. أنا كتير صوتي واطي on a different level مع بين العالم اللي حواليهم بين يعني هذا الشيء عم بيسبب كمان مشاكل مع عيالهم they مع see different, أزواجهم they feel different exactly they ما feel بقى خيفانين من الموت لأنه شافوا شيء كتير beautiful فإن شاء الله أنا بحضرهم ل شوي خففولي هيك عندي براسي فكرة رهبة الموت رهبة الموت مع أنه ما بخاف بس ما في حدا ما بخاف من الموت بخاف حتى لو اللي بيحبوني يخسروني اشتي مع أنه يمكن ما منشتي حسان أنا ما ما رح لك ما بخاف بس ولا أنا بس أنه ديك it's something you don't know what I meant is أنا كتير متصالح مع فرقة الموت يعني you know me فرقة الموت شو بيدبكو هول هلك فكرة على فكرة قال فكرة فكرة الموت طب زبطها أقول حطها فرقة طلع حملة but رهبة الموت بس تنزل it's different أكيد يعني هيو ليك I believe we're put to stay alive يعني قصدي في شيء اسمه فترة الحياة عرفت كيف أكيد يعني مطلوب منك أنت تدافع عن حياتك غريزة البقاء غريزة البقاء يعني هلأ هون صار إذا في مرض أو في اكتئاب يعني بده يكون حالي I'm not an expert I'm not gonna pretend to be an expert بس it's not it's a personal opinion show لا لا لا, لا لا ما خلص لا بدي أقول لك it's been a minute man ما زلنا نتجاذب أطراف الحديث لا لا تتذكر لما نصر للساعة 7000 الصبح عم نحكي بميتافيزيقيات الحياة عم أقول لك مع هيك قد ما كنت متصالح مع فكرة الموت وليس فرقة الموت قد تصاب يعني إذا حطيت بموقف إنه صار life or death everything you think you know goes out the window بفهم لا ليك في عندك there are two softwares بالإنسان بس عندك لا definitely two software في عندك software بالروم وفي عندك software بالرام نحن عايشين رام بس when رام اشرح الرام للي ما بيعرفه ROM read only memory read only memory هيدي هذا software بيجي لما بعثت على كوكب الأرض يعطيك ألف عافية read only memory random access memory اللي هي العشوائيات الحياتية اللي هي مفكر حالك عبضاي مفكر حالك بتفهم مفكر حالك بتصور مفكر حالك بتطير مفكر حالك فضائي مفكر حالك أغنى رجل في العالم مبروك باي ذا واي إيلون ماسك مفكر حالك مين مكان مفكر حالك إيلون ماسك مبروك ما رد عليه مفكر حالك نسوية مفكر حالك أنت الصح وبقيت الكوكب غلط whatever شو مفكر حالك هذا رام بس لما بتنحط بموقف الرام فيه بتبطل تشتغل ترجع على الروم ولما بتشتغل الروم ببطل هذا انسالي مبادئك انسالي افكارك انسالي what you think you believe in تعود الى الفطره والفطره ROM روم read only memory so technically speaking اللي موجوده هناك والكيك ان regardless of شو ما بنبيض حكي من هون لاخر يوم بعمر هاي جاي بدي لك لما يجيك ملك الموت ملك اليوم ما بتعامل بالرام ملك الموت بفوت على الروم تبعك حبيبي وانت بتعامل بالروم انا مهدت حسان لان Man, عطيني في reality يعني our perception of reality and what is يعني نحن الحقيقة real versus reality what's real and what's a reality and what's real الحقيقة versus ما تظن أنه الحقيقة تماما يعني reality is what you surround yourself with غير لا غير هيك يعني بدي بفوت موضوع الـ يعني أكيد أنت مارق عليك موضوع الـ are we in a simulation ولا لا أكيد لا ما يعني والجلتشز اللي بيصيروا أنا أبدي أمشي من هون لا تمشي قرب على الميكروفون لا تي حلو الموضوع خليه لا حسن لك ليش we're in the wrong place to discuss this bro it's not the wrong place أنا عم بقول لك هاي القصة معلش ما كتير نتفلسف بالموضوع مش فلسف رأي شخصي إيه لك لا بس بدي أقول لك مي لو سمحت بري اللي بدي أقول لك يا إنه نحن مندافع يعني tooth and nail for things بالأخير يعني قصدي إذا في If there is a day where we can look at ourselves, من الضحك حالا لك شو كانوا مفكرين. هذا اللي بدي أقوله بما يتعلق بال simulation. That's why بحضر هالقصص يمكن لا يعطوني شوي طعم يمكن لأنه نضايقوا شوي من الشيء اللي نحنا مش عايشينه بعد. فبيخد فكرة صغيرة يمكن مع إنه بيقولوا إنه بيكون الدماغ ما عم يشتغل بهذا وما خص non brain activity non brain experience هون بيتعلق ب near death experiences عم تحكي there is a near death experience تبع إنه you kind of you pass and you go to the other side of the exactly لحظة هون بيجي ال personal perspective تبعي nobody passes
لأنه if you pass you don't come back. يمكن على مرحلة أيوة بتوصل على الحد على الحدود. لا حسان حسان وافق حسان بالفكرة بس كلهم عم تكون بالنسبة لهم حلوة وpositive وكتير peaceful. فمعنى لك على سيرة بيوافق بالقصة هون طرفها has gone through that experience. لا هلأ بيحكي لنا لا أنا مرتين ثلاثة برو. لا لا بس بدي لك أنت كمان near death are you kidding me غرقت أنا بمسبح مان وين رحت طيب ما بعرف بس it was beautiful. شو كان الشعور مان كنت بالجنة كنت ما بعرف I don't know كلهم بيروحوا بيطانا وقف شعر طلع 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 can you see this yes أنتينات ما على يعني it was it like أحسن كتاب كتب في هذا الشيء وبالضبط بيعطيك نفس أول شابتر بس اقرأه أول 10 صفحات كتاب بالعربي اسمه اسأل تعطى Ask and it's given أول 10 صفحات اللي مرق بهالإكسبرينس أو ما مرق بهالإكسبرينس يقرأ أول 10 صفحات بيعرف الناس اللي مثلنا لما بتفوت بإكسبرينس مثل هيك بيشوف هاي وين رايح وين جاي ما حسان أنا اللي بدي أقول لك يا يعني بما about the whole simulation thing يعني ليك في شغلات لحتى الواحد يمر فيها تحكم عليها as if you know يعني انا مشان هيك يعني كنت عم مهد لهالقصة وانت قلت you never really pass يمكن اعترض ديف بنسارو my mentor he clinically died twice beep twice ورجع he flatlined twice ورجع ف medically or technically he did pass هلا انت قلت you don't actually pass or you come back بغض النظر هو ما حس الاحاسيس cuz كان غيبوبي he was in a coma for 2 medically I don't know if it was medically induced but he was in a coma for 2 months I think بس كنت انت حكي لي عن near death experiences فيك بس توصف لي one of the many that you've had كاحساس what took you there how you felt and how you came back اللي بتذكره من الحادثه if it's not too personal ما انه personal it's not personal بس okay مو للتنظير بهمني مش ليك حبيبي اللي مر فيها اللي مر فيها بيعرف عن شو عم بحكي صح؟ صح واللي ما مر فيها ومآمن بيعجبه الحكي أو ممكن يتفهم ممكن يقبل فكرة أن يتفهم إيه بس بدي لك لك وين ممكن تفرق أنت مهدت صح يلي مآمن مزبوط لا لك لك بالأخير في القاعدة تقول على كوكب الأرض كل شيء حتى ما تؤمن به رأي الحقيقة الوحيدة في هذا الكوكب هي الموت ولك حتى اليابانيين عمل لك الموت هو مرض راح نعالجه يعني حتى هذا صار رأي في شيخ دين الله يوجهه للخير من جماعة اللي بيطلعوا على 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 التلفزيون ويتحدث فيما يفقه به أخذناه على جنب مرة وحط عطى جملة قال هذه الجملة أنا ما في نقولها على التلفزيون قال لك عمي ما في حدا بكل الحكي اللي عم نحكيه مات وراح لهنيك ورجع خبرنا شو اللي صار so technically speaking everything that we speak فيه بكوكب الأرض هو عبارة عن رأي سواء آمنا في هذا الرأي لدرجة أنه مستعدين نموت فيه وصلنا لحالة إيمانية بدرجة عالية جدا وبتعرف تناقشنا في العديد من المرات معنا النوس كمان أكيد. اللي هو ما هو الفرق بين ما تؤمن به والحالة الإيمانية مين الأقوى ما تؤمن به أم الحالة الإيمانية في ناس بتقلك الحالة الإيمانية هي أهم من ما تؤمن به which is I live by that so. which is تجربتك الشخصية 100% ولكن هناك بعض الناس تستمد القوة من إيمانها بالذات بالشيء بالكيان بالطاقة whatever it is بس بترجع فلسفيا بتقلك هل هي ال connection that is giving you the power that هي المصدر الطاقة ولا ال connection هي عبارة عن السلك اللي واصل بمصدر الطاقة whatever it is هلا whatever it is العالم اللي مرت بهذه التجربة على كوكب الأرض لغة التواصل البشري هي لغة صوتية هناك موجات وهذه الموجات تنتقل من هنا إلى هنا عن طريق وسط معين صوتية لغوية بالضبط مرئية في عنا ست معين أكيد. محكومين فيه بكوكب الأرض أنا ممكن نرسم لك رسمة بخلال هذه الألوان تستطيع أنك تفهم ما هي هذه الرسالة المهم وسائل تواصل طيب بكواكب أخرى بلكي الفضائيين عم بيتواصلوا معنا بلغة اللغة عبارة عن عم بيحكي بس أنت ما أنك سامع different frequencies أو ممكن يكون شيء مش frequency أو whatever it is هلأ بكوكب الأرض أنا بعبر عن كوكب الأرض بابا هذا اسمه غضب بابا هذا اسمه سعادة بربطنا هذا الشعور بهذه الكلمة لما بتروح لهناك ما فيك توصفه ما في كلمة أرضية لسه يعني I personally did not go through feeling مثيل يعني
ممكن تسميه أمان بس ما نو أمان. شو معنى لك إيه؟ نشوة نشوة ما بعدها نشوة. حتى الألوان ما بيعرفوا يصفون العالم من يعني ليك ليك حسام كمان وقفت مرة بدي لك شغلي. اللغة للأسف هي أداة توصيل communication وجدا محدودة. ما هي جاي بدي لك الأسكيموز حسان they have 7 words for snow. 7 words for snow. تبع أنه it's just starting to snow, snow كثيف, عرفت كيف مغمور الأرض snow. يعني بالإنجليزي I like و I love are two ways of saying how you feel for someone. بالفرنسي je t'aime. Yeah. بحبك. عنا I like. شو الفرق بين I like و I love؟ معجب بي, مغروم, عشقان, بحب. فلما يكون عندك كلمة زادوا الكلمات وكلمة يعني بالأخير it's a limited very communication limited. device. Very limited. Very if limited. The other side أو لنفترض حتى if it's one of many other sides حسن لغة maybe it's an infinite thing. Possible. يعني لك يعني من قال أنه عدد الحروف يجب أن يكون 28 للعربي و26 للإنجليزي و62 للصيني و4 مين يعني هذه محدودية. طيب ما هناك في عالم الأرقام واللي هي وسيلة التواصل الأرقام لا نهائية. أنا بمحدودية اللغة العربية ب28 حرف ضرب 2 مليار ونص كلمة. طيب 2 مليار ونص هذه محدودة يعني أنت حاددة أنه طيب ما في 2 ما في 3 مليار لا ما في هن 2 مليار ونص. طب الارقام انفينيت اوكي اتس ا واي اوف كوميونيكيشن بس بالبعد هداك بالرحله هديك ما في لغه ما في هيدا ما في لون ما في طعمه ما في احساس. طيب بس حاول في... حاول بلغتنا الحاليه توصف لنا بعد نشوه امان فلوتينج يعني انت مش طاير طياره او تحليق او هواء بس مانك على الارض يعني ليك ليك انا ممكن اقربها في منهم بيقولوا لك light that's hugging me. انت انا light وعم بكبر يعني كل حدا فيني ساعدك بكلمه حسان الرضا في رضا بس بتحس حالك كل كاف ايه كامل هول ايه كامل متكامل ايه يعني بتحس حالك literally كتير كلي يعني مش كامل complete you're complete ايه بس تحس بتحس حالك هوم تحس حالك بالبيت تحس حالك عن جد هذا هو you're where you belong يعني مش هوم يعني بيت بالعربي لا you belong تنتمي بتحس حالك مألوف متحد يعني. متحد مع السورس نوعا ما أنا اللي حبيته كمان إنه في ملحدين actually صار معهم near death experience ورجعوا شو كان آمنين بالله أوكي. Yeah. ما هي الفكرة بغض النظر إذا وصفتها بالحالة الإلهية أو المصدر أو ال بس تعرف إنه في خالق في شيء you felt something أكيد yeah. أكيد أكيد بعدين بعدين keep in mind إنه أنت روحك بمكان and or having a completely different experience than your panicking body اللي هو تحت المي متر مترين عم بيغرق وموت الغرق أوسخ موتة في العالم يعني بعد الحرق فانت انت اللي بيسمع بيقول مجرب اثنين لا بس معروف دوليا الحرق اسوء شيء لا بدي اعرفه بدي اعرفه اللي مات حرق هو اللي قال والله ما بدكم اياه واللي ما اللي مات غرق رجع لك مو لمصلحتك هاي القصه اللي اجى حيموت غرق واللي بس انت روحك بمكان عايش يعني بتعرف باك ان ذا داي كان في شو على البي بي سي لهدول تبعهم جربوا سيارات يس بيكون السياره وبيكون ذا ستيك مشغل والسيارة لترلي روحك وجسدك واكشلي انت عم تتفرج على شو عم بيصير تحت وعلى شو عم بيعملوا بي هو هيك هو هيك yeah. نعم هو هيك بتصير ما بدك ترجع بس بيقولوا لك مش وقت انا رح بدي خلي طرفه يحكي حكايته بليز احكي هلا لا بكره اذا بدك هاي أول شيء حي الجماهير اللي ولا مرة حاكي معهم سباس شو الأخبار تمام كنت تعبان أو أفعى تعبان صحيا ما حدا خير يضحك عني ومتسطح وعم يعني حسان هلأ أنا حاسس إنه حسان أكثر شيء راح يفهم لي وعم قاوم بقرار يعني عقلي كان شغال أنا عم قاوم وعم بلش يعني جنبي أمي وأخي وعم بلش أصواتهم عم بفقدها وترجع تمام هلوسه هلوسينيشن فيس يعني عم تروح وترجع عم تعمل زكلة الفناء اي
طبعا هون ماما عم تقول له لإياس طلب الإسعاف، أنا سامعهم إياس أخو الكبير، بس الواضح إنه أنا ردود فعلي ما أنا مرئية بالنسبة لإلهم، أو يعني أنا مثل الجاثوم بطريقة أو أخرى، عم حاول أحكي والكلمات اللي بحس إني عم عيط فيها هي ما أنا يعني بجوز عم تطلع برا مش أرضية ترم، وبجوز ما عم تطلع. إذا ما عم يفهموا عليك يمكن قلت لهم جاثوم وما فهموا، يمكن تخبركم إنه هو عنده هيك كلمات العربي هذا مصدره منه، هذا معروف هو الوقت اللي بفيق العقل وبيضل الجسم نايم. المهم فإجا ابن خالي دكتور اسمه أيهم، مرحبا أيهم. أنا طبعا هون بلشت أفقد الإحساس بالمحيط تماما وطلعت، فبعد شوي أنا عم شوف المشهد اللي عم يصير بس من فوق، يعني شايف جسمي على التخت، شايف ماما كيف عم تبكي، إياس كيف عم يتلبك، وأيهم ماسك إيدي وعم يضربني وينادي لي. هون أنا عم بعد تمام ورحت، صرت بالمكان اللي كان عم يوصفه حسان من شوي، اللي هو ما بعرفه يعني الكلمات أنا اللي تأسعفني ذاكرتي إني أولى. كتير رضا، كتير راحة، فتك بالحديث. أنا لحتى وصلت لفوق أخذت قرار، قلت لك كل وقت كنت أنا عم قاوم، بعدين عقلي قال لي إنه أنت شو بدك، أنا ما كتير حابب الحياة، فإنه ليش عم تقاوم، فرخيت. أنا بعد ما رخيت طلعت أوكي. تمام، وقت اللي بعدت وصرت بهذا المكان اللي هو كتير مريح، بعدت بس ما انك حس حالك ولا شيء، يعني انت بس شيء ذكر حسان كم كلمه، كم كلمه كثير بيوصفوا الموضوع. انا كنت شايف المشهد تحت، يعني بدك تخيل المشهد، انا فوق مثلا خليني ارتفاعي مترين اوكي تمام، وشايف كيف عم يعملوا مثلا ماما عم تبكي وكذا، وحاسس انه المشهد مشهد كاميرا يعني مقطوع كيف، وانا فوق ومع هاي الابتسامة انه انا مرتاح راضي جدا. بس كيف كنت متخيل شكلك؟ يعني انا شايف جسمي كعدسي، قصدك شو اللي عم شوفه انت اللي الشيء اللي طلع هو ما بتعرف شو ما بعرف. ولا شيء ما بعرف بس بعرف لك حد شيء مرايه. لا يو ار ايفريثينج، اذا انت الحياة يعني انت مش الحياة. انت مش موجود بيقولوا اتس ويتلس يعني ما أوكي. تماما. اذا بيوصفوا الثقب الاسود بطرق معينه، انا ما بعرف اذا انا كنت بمكان كتير مرتاح كتير رضيان، وكتير كنت بتمنى ما أرجع. ليه كيف رجعت؟ اللي صار إنه أنا ليش بوافق حسان على فكرة إنه نحنا ما قطعنا، يعني ما رحنا ورجعنا. نحنا كنا عم نروح وبعدين في حدا قال يلا كنترول وزد أوكي عودي على ديارك. مين هذا الحدا؟ بغض النظر، هاي ما بتعرفه يعني سمعت حدا؟ لا 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 لا, 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 لا. أنا هاي تحليل شخصي. قلت لك أنا أكتر كلمتين بستخدمهم لتوصيف هاي الحالة، الراحة المو طبيعية، الرضا بطريقة كمان مو طبيعية. أنا كنت فعليا صفحة بيضة without أي هم بالعالم، مرتاح وبتمنى كنت أني ما أرجع. اللي صار بعدها أنه بيجي صوت أي هم بس بشكل ضعيف، يعني كأنه عم يحكي أي هم من مغارة، طروف طروف على ما يبدو باللحظة اللي أنا رجعت فيها وضربني بقوة تمام. فقت back in his body. أول كلمة قلتها نزعت علي يا حكيم أيهم تمام، فقلت له نزعت علي يا حكيم. هلأ أنا بشكل عام بغمى يعني عندي باكج هاي اللقعات والشغلات من فترة، غميت ورجعت، بس إنه مثل هاي الحالة كانت كتير استثنائية وكتير حلوة وكتير مريحة، وانبسطت إنه حسان ما رأي فيه يعني على اللي بيفهم المشاعر. لا إنك جيت حتموت مثله. لا 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 هي لا أصدقاء في الموت مش للموت. في حدا عند هونيك بهذا الدوكيومنتري عم تقول I love that people here. Nice to meet you. طرفة we're glad you're not on the other side. والله ليك صراحة سأقولها وأنت بتعرف قلبي شو، أتمنى أن أراكم اثنيناتكم هناك. ليك هي مو سنرى يعني هي ما بنعرف، بس I believe we will. ليك لما تدوق شغلة طيبة بتقول يا ريت لو مساهم. صح ننوسي. بتمنى من الله اجتمع معكم هناك، لأنه برو سعادة ما بعد سعادة. بحب إنه ضامن حاله إنه خلاص. لا 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 لا. جبت تكت لهونيك. طولي بالك. لحظة. نلتقي فيكم. You're on the list. طولي بالك. أول شيء thank you so much for bringing this up. نحن ما قلنا جنة أو نار. لا 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 لا. This is mission final. لهونيك تلتقي بحدان بهيدي المرحلة.
You don't know. أوكي. لأنه في كتير ناس لقوا ناس مثلا في واحد كان مش متصالح مع موت بيو لأنه كان بعد مش قايل له بيو أنه I love you blah blah. يعني كان في عقدة بيو فهون يكشف بيو you see other energies. صالحوا مع بعض ورجع عاش حياته ورجع بأريحية. ما أنا I'm super curious about that. حسان yeah. On your show حسان and Friends you asked me about you know شغلي كتير خاصة قلت لك لما توفى بيكسو أنتوا yeah. أنتوا ثلاثة فعليا آخر من من, من شافوا لهالاب like Hassan what keeps me going you know is the belief a... the belief that I will meet with him again مثل كيف انت بتمنى اشوفكم هنيك انا يعني روحك معلق if that's what's waiting for me yeah. bring it on ان شاء الله it's exciting بتعرفوا منه عن جد منه شيء بخوف ما عم بقول لك عم بقول لك يعني الا اذا كنت هتلر مثلا يعني او شيء على فكره الشعور ابعد ما يمكن عن الخوف لا لا وين خوف لا لا ما يمكن بس اذا كنت عامل عمايل بحياتك يعني انه هلا ما بتعرفي عامل ولا مش عامل انا يعني شغلي على حسان انه نحن ما كنا لا بالجنه ولا يعني هي ما الى تصنيف الحاله كانت بمكان بس كتير ما بيخوف بالعكس طيب تايم اوت بهذا الموضوع بس لا لا العب لك اياها بطريقه ثانيه فين تفزلك هون تفلسف شوي اوكي من منظور فلسفي فقط لا غير yes. من منظور فلسفي فقط لا غير الروح هذا تحليل شخصي يا جماعة الخير تحليل شخصي ما حدا يأخذها يقتطع الموضوع كل دقيقتين we interrupt this programming to let you know لا this لا is a personal كلمة إذا بدون يقتطعوا مثلا وقت اللي نينا كانت عم تحكي على الأمومي فيك تجيب كلب فيك تجيب كذا هاي إذا حبوا يشتغلوا عليها كمان بيعملوا منها براف إنها تساوي الإنسان اشتغلوا أعطتكم شي تعملوا بال 2021 الأجواء إذا أصلا هون الهالي بكون غفلوا تمام اللي رح يحاسب هو النفس ومش الروح الروح قبل ما تفوت النفس الروح شو في إسا الجسد أوكي لأنه في عالم يمكن ما مارق عليها القصص ثلاثة هدول الثلاثة هن الأساس الجسد هو العقل والفيزيكال كل هدول يعني ليك حتى الأفكار اللي براسك تيجي عبارة عن كهرباء at the end of the day physical at the end of the day في ستيمولنت معين اوكسجين يوقف الاكسجين على المخ خلص المخ ماش بيشتغل فيني اعمل له تحريكي توليفه معينه برمجه معينه خلطه معينه ازرع افكار براس كله فيزيكال الروح بالنسبه لإلي هي بطاريه الروح بطاريه بالنسبه لإلي هي مصدر طاقه لا ينتهي ليس له بدايه ولا نهاية الروح بالنسبة لإلي هي كاملة الروح بالنسبة لإلي ما إلها عمر بس البطارية إلها عمر حسن مش عم هون ما عم نحكي أرضي at all whatsoever أوكي بس ليش وصفته بالبطارية أنا بس مش عم لأنه it's the source of energy لأنه أنت كجسد physically speaking scientifically speaking أنت ما بينبض فيك ما ببلش يتحرك هذا الجسد إلا عندما تنفخ فيها الروح من الفلسفات والنظريات والمعتقدات الدينية فعند دخول هذه الطاقة إلى الجسد يبدأ الحركة ويبدأ القلب ددم 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 كجنين ببطن الجنين ببطن أمه هو عبارة عن حيوان منوي كان عايش وبويضة كانت عايشة طقفت ببعض وكون الجسد لكن الجسد منه عايش لغاية ما شي يصير يبلش يعيش so technically speaking قبل X number of days هذا الجسد عبارة عن خلايا فجأة it gets transferred into an independent living being شو يعني an independent living being بالفلسفات الدينية والأديان بيقول لك نفخت فيه الروح ونفخة الروح هيدي تأتي من روح الكامل فعشان هيك بوجهة نظر الخاصة نحن شو ما كان عملك شو ما كان عملك روحك كاملة شو ما كان عملك روحك طاهرة شو ما كان عملك روحك is perfect نفس الحساب هو حساب النفس النفس بقى هو السجل هو الدفتر هو تعال هون شو عملت تعال هون أنا هذا صح هذا غلط هذا مش عارف شو هذا شو هذا يمين هذا يسار هو اللي بيحركك يعني بس technically speaking لأنه أنت فكر فيها
انت طيب اوكي، ما هو اللي بيفكر فيها بيقول لك انه طيب ربنا خلقنا، طب ما ربنا خلق ابليس، طب ربنا خلق الملائكه، طب ربنا خلق هدول كل العالم هدول. طيب ما هو اوكي، والبني ادم فيه روح وهذه الروح هي اللي بتحركه. طيب ما هو الحيوانات فيها روح، طب والنباتات فيها روح، مو السمك فيها روح، والحشرات فيها روح. طيب هدول شو شغلتهم؟ كيف السيستم تبعهم؟ روح بطارية، نفس اختصاص بشر، نفس هذا السيستم تبعنا. بشر وليس حيوانات وليس بوجهة نظر. أنا للتوضيح حسنا، مية بالمية مية بالمية مية بالمية. هل هناك لدي بروف؟ لا 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 صفر. لا لا بس أنا أي يعني كل شوي بس مشان هي وجهة نظر شخصية. الدفتر أو السجل أو الأعمال، هدول الشباب اللي قاعدين هون والنفس اللي نازل توسوس براسك وتجيب لك هدول الشغلات الأفكار الغريبة هون بيجي حسابها. وربنا كاتب بالقرآن وبالإنجيل أنه الحساب حساب النفس. طب سؤال فعشان هيك الروح لما بتطلع وبتروح pure إن شاء الله تكون the biggest rapist on earth، روحك still pure بس نفسك لا. طيب شو هون الفرق بين النفس والجسد شو حسن؟ ما بعرف. Honestly, genuinely, I don't know. لأنه هناك العديد من الفلسفات اللي بتيجي بتقلك أنه مثلاً على سبيل المثال للحصر، إحنا قاعدين ثلاثتنا بهالغرفة، طلعنا باللوجو 963، أنت خطرت لك خاطرة، هي خطرت لك خاطرة، أنا خطرت لك خاطرة، وثلاثتنا تصرفنا تصرف مختلف تماماً. طيب هذه الخاطرة كيف أتت إلى رأسك؟ أنت استقبلتها somewhere. There is a transmitter be your brain that you and your experience polished to receive. انا I received توصيلات الكهرباء، هي she received the colors، انت you received المشروع الجاي اللي بدك تعمله. طيب هدول الثلاث افكار منين اجوا؟ عملوا تحليلات للدماغ، هناك بعض الريسيرشات عملوا تحليلات للدماغ انه هناك في منطقه الريسيبينت بالدماغ بتضوي قبل استقبال او قبل ما تطلع انت بفكره I have an idea. قبل ما تكون I have an idea في ريسيفر بمخك بيشتغل، وthey measured it بالكهرباء. في ريسيفر بمخك بيشتغل بلوب I have an idea. هيدي من وين اجت؟ SMS. يعطيك الف عافيه. some sort of SMS. وانت بناء على كيف تحركت وكيف قررت وكيف عملت، كيف قتلت، كيف ضربت، كيف اغتصبت، كيف سرقت، كيف هذا قرارك الشخصي تحاسب. هذا سجلك، هذا دفترك، هذا جسدك سيتبع النفس. عشان هيك بيقول لك انه اعظم انواع الجهاد جهاد النفس. ليه؟ لانه نفسك اماره بالسوء، لانه هذا الوسواس اللي بده يلعب براسك هو اللي راح يخرب لك الدنيا، هو اللي راح يخليك تكون كويس ولا مش كويس، منيح ولا مش منيح، صالح ام طالح، مش عارف بلا بلا بلا. هدول الشغلات الجميله كلياتها اذا اتبعت هاي الاجنده، اذا اتبعت هذا الدايركشن اللي صراحة ما بعرف منين جاي، أو صراحة ما بعرف ليه بتسجل بهذه الطريقة، أو صراحة ما بعرف ليه ربنا لما حطه بالديزاين قال لك إنه هاي دي مسؤوليتك، أنت عليك إنك تختار المنيح مش منيح من العاطل. يعني أنت you're always facing in life into yes no أبيض أخضر، يعني يين يانغ يمين يسار. Everything in life comes in twos. Everything comes in twos. إلا the creator. يعني don't tell me there is no other option. Bullshit. It's either يمين أو يسار. كل شيء له نقيض، نقطة انتهى. كل شيء comes in twos. كل شيء comes in twos. مش come in 37. وما بعرف هلا قد صاروا. They don't come in that number. But اللي خلق التوز is the one. رأي شخصي. Okay. شو نعمل؟ ايه وهيك عم بحضر على اليوتيوب. فول سيركل. وكمان كيف بينقذوا الولد من الاختناق اوكي ما اكيد انت هيك كلها بتكون كل شيء خاصه بالام والولد والاعتناء بالاطفال. اوكي. It was a very long answer. لا انا سالتك لانه يعني حسان بعرف يعني بروغرامينج فاينانس تك فاينانس لا انا كل شيء عن جد كل شيء يعني اي شيء انترستينج بحضر. بسمع لو فاي كمان. طيب موسيقيا اثنيناتكم لو فاي؟ بتصدقني اذا بقول لك صار لي كثير زمان ما سمعت ميوزك،
كتير زمان وما عم يعجبني ولا غني، ما عم بيكون إلي خلق شوف اسمع الغنية الجديدة اللي نزلت يعني. وإذا فتت بدي اسمع بعمل سكيب 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 سكيب، ما عم يلفت لي سمعي شيء أبدا غربيا وعربيا. في فراغ فراغ، لا غربيا ولا maybe مثلا recently غربيا lonely جاستن بيبر واللي عملها مع شون منداس حلوة كمان. وحبيت مايلي سايرس ودواليبا والفرنش وان مع دواليبا والفرنش سينجر. ايه هو تذكر كنا بالهايك سمعتكم اياها تبع جالوزي؟ يا انا دغري تذكرتك اصلا ووصلت البنت سبحان الله. ثانك يو. بس other than that صراحه ما بعرف في كتير في في لا في فراغ في فراغ وورلد وايد. لا لا وورلد وايد. طب حسان انت في شيء اغنيه اغاني علقت؟ لو فاي هلا، لو فاي وجاز بيبي. وإذا بدي أعجقها EDM house trance شغلات لك. أنا وسياندي بحب. نحن هلأ بنسمع كمان twinkle twinkle شانو لشو بيبي يعني. لا صراحة بتعرف من سمعوا أغاني ميوزك أكتر من أنه أغاني الأولاد، لأنه ما بنحسه طفل، ما بيحب يعامل كطفل بالصبر. بس قصدي في شيء إذا نحط بتحس أنه أنا بس غني له أو عمي هو مسعود. عمي ابو مسعود بتصير لانه هي كان ريليت، لانه عيونه كبار وسود بياكل ما بيشبع عمي ابو مسعود. فا this is me يا حبيبي. اسم الله عارف. اسم الله يغزل عنها. طيب شو الشيء اللي صار ما توقعتي يصير after you became a mom؟ تذكري قبل ما تولدي قلت لك نامي كتير، you're like why do people keep saying that, do you now get why I do؟ أي حدا عم رانينج على ساعة ساعتين نوم يمكن ماكسيموم. تعودت. بس اللي ما توقعته يصير إنه تعود على الشيء. لا إن توقعت مثلاً يضل فيه شوية فات ضبط يعني، ما بعرف شو صار فيه سدد نفسي. It happened quick. أنت ما شاء الله you're like within a month you were back to pre-pregnancy. I was so stressed بالأول وزعلانة إنه أهلي مش عم بيشوفوا وكانت كتير صعبة لحالي. أكيد. وبالليل الفيقات وماني معودة فكانت صعبة. وأنا حدا لما يتوتر ويصير stressed ما بيأكل يعني. بصراحة عم نزبط زبط الوضع. عم تعمل له stress حسون؟ لا أنا I am stressed. That's my middle name baby. هو بيعمل لي stress على أني ليه ما عم بأكل، فأنا بصير stressed لأنه عم بيقول لي هيك، فأنا بقول ما بأكل أكتر. طيب حسان أنت شو غير عليك after you become صار عنده كرش. أنا عندي كرش من 1998 baby. حسون من يوم يوم وهل قدو أبو كرش، بس في سبب طبي يعني. طبي طب الجرعة تم. لا عن جد حسان شو غير عليك كأب؟ صار شيء حنون. طلع سايت انا ليه عم جاوب عنك. حسان شو صار بعد I tasted something يعني مش لفلسف وفزلك الامور. I tasted something. هو ما بيعمل هيك. حسان this is your show brother. فلسفة مولي بدك فلسفة. فديت سماك. لا I taste something جميل جدا بتمنى الجميع انه يدوقوا صراحة، اللي هو دبس بطحين بتحطه اللي هو اللي هو literally العائلة بتعطي معن طعم لحياتك يعني. بتتذكر يعني it's like لا تحسسني اني سطحية بأجوبتي، انا عم بحكي عن نزل جسمي وزني. العائلة بتعطي طعم لحياتك. ايه صح صح بتعطي طعم لحياتي. ليه ما خطر عبالي هذا الجواب؟ انا مش عم بفهم يمكن لاني مش عم نام. مهدنا لك you are my better part. مهدنا لك. literally no joke. لما بيقول لك انه العائلة امان واستقرار اذا احسنت الاختيار. اذا احسنت الاختيار اكيد يعني ليك اذا لم تحسن اختيار الزوج او الزوجة فتو بالحياة مش بالحياة يعني. يعني بتعرف الحكي حكينا عن البعد هذاك، يا رب تروح وما ترجع، لانه لما هيك. تحسنوا الاختيار اوريدي في مصاعب. كيف لو مش ما احسنتوا الاختيار يعني المصارين بالبطن بتتخانق مان، الاخوه بتتخانق، العشاء بيتخانقوا، doesn't matter مان. هدول اختلاف وجهات النظر it's gonna happen. بس اذا احسنت الاختيار تعطي طعم جميل لحياتك. وكل ما كبرت العيلة أكتر literally بيصير في قيمة لما تفعله في الحياة. يعني بتذكر لما كنا سناجل
بدك the latest laptop بتجيب، بدك تسافر بتسافر، بدك تجيب سيارة بتغير، بدك تجيب 700,000 قطعة نزل the latest تجيبه تروح بتجيب. تجي مرتك بتبتلي فيهم بالبيت. لا 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 ما هيك، ايه بتجي على الكراكيب بتجي على الكراكيب، ايه بتلم خردة كتير you know like تعمل مشروع بتنجح فيه، هي celebration على طعم غير. بينما لما بيكون في عيلة بصير قيمة كل خطوة عم تعملها البيربس الهدف مش لإلي، وبتكبر الوي مش لأنه مي انجح. It's not about me having a show, me succeeding, me building a company. It's never about me building. لما بتقلب الأم من تحت بتصير وي برو، الفولفيلمنت اللي بتجيها الشعور اللي بتوصل له اكتفاء unbelievable وبيعطيك دافع ألز. فهمان عليك. وأنا هذا اللي تغير علي، أنا تذوقت حلاوة هذا الشيء. طيب سؤال I think I already know the answer، بس قدرانا تحقق الوي مع المي بنفس الوقت أكتر أكتر لما لك في مثل أفريقي I think if you wanna go fast go alone if you wanna go long go together I think أفريقي المثل. تعرف تحكي أفريقي من وراي أولى بس أما أسم أبنى أفريقي مانا وسلام الكلمة الوحيدة اللي بعرفها. معلش معلش هلأ بما أنه That's a side note. قولي شو ليش نقيته OCND؟ أكيد صرتوا حاكينا مليون مرة بس بيهمني على هالمنصة. بيهم ليك مبارح كنا عم نحكي فيها باي ذا واي. إنه. أنت بيت قصة OCND. أنتوا كنتوا بأمريكا فأي نو. رحت على أمريكا على one purpose. رحنا على أمريكا for that purpose. I understand. بس وما صار هذا that purpose did not happen. I understand. عم بقولك I know the answer. بس you don't know the update. أنا اكتشفت إن إحنا على أمريكا نحنا كرمال رحنا كرمال. الله يخلينا نقي اسم ابننا بس. ونتعرف على هذا الإنسان لأنه كل شيء عملته هنيك ما استفدت منه. أوكي أوكي هاي أوكي نحن كنا ماشيين عم ندور على دكيني. لا 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 لا. بسانتا مونيكا بوليفارد. few years ago الناس إجاها شغل بأمريكا فكان في فورو شوت بأمريكا نزلنا على أمريكا على أساس. بس معلش لا تمرق الفورو شوت مرور الكرام ما نحيل فورو شوت. فورو شوت خاصة للأشخاص اللي they mentioned. نينا شو كانت الفورو شوت؟ عقول هي بدنينا. كانت لفانتي سكن. لكن مو حي الله يعني. ايه بيبي فانتي ريانا. منشن ريانا تاجر ان ذس فيديو از ويل. هاي ريانا. ايه اوكي. كيفك ليش مشيت على الفورو شوت؟ ليه ما نزلت الكامبين؟ بالضبط. فرحنا على امريكا على اساس انه فور ذس فورو شوت انه بيكوز نينا سايند ا كونتراكت مع فانتي ميدل ايست تو بي ذا فيس ذا اوفيشال فيس اوف فانتي ذا امباسادور فور اكس بيريد اوف تايم. مش بعد ما منشنتوها بعد ما منشنتوها كانت خلصنا. كان البيربس اوف ذات تريب از ذات فورو شوت فور ذس كامبين. يعطيكم الف يعني واضحه سبب الرحله وانبسطنا وطلعنا ورحنا وجينا. ولكن بنص الرحلة بأول يوم فورشوت تعرفنا على كائن حي من جماعتنا روحاني جدا روحاني جدا. وأنا حسيت حالي أنا قلت أنا أكيد نحن ما شفنا أنا حسيته ملاك يعني. كانت هذه أول مرة نينا بشوف حدا غيره هيك تحضر جلسة حوار بين شخصين روحانيين لدرجة قال له أنت بك تخلص كتابك وهو مش قايل له أنه عم يعمل كتاب يعني انت you're witnessing هون يعني انت you're watching a movie bro we're naming our يعني ليك قعدنا مع OCND 2 hours بالشارع يمكن انا مش عارف شفنا مره نحست 10 دقائق بالنسبه لها this is at your photo shoot هيك at the photo shoot كنا رايحين نجيب شغله الصبحيه وراجعين على هيدا she witnessed a conversation between two people that just met بكوكب بقاره ثانيه بعيده من هون 16 ساعه بالطياره بقاره ثانيه وعم بيحكوا مع بعض أزف ربيانين مع بعض سوبر كونكتد سوبر سبيريتشوال سوبر هيك بيسفول وبتحس عن جد عم تحكي مع شيء مش موجود يعني أخذنا صورة معه أخذنا صورة معه مشان نتأكد أنا قلت هلا حبين بس أنا وحسان واقفين هيك عنده ضحكة مان يعني ما فيك ما تبتسم بس تشوفه وقلبه يعني فاسمه أوسياندي وهو نيجيري أمريكاني اسمه الأمريكي فينسنت فقالنا اسمه أوسياندي طلعنا بعض هيك فهمنا على بعض نحن أنه حنسمي ابننا الأول أوسياندي ما كنت حبله ولا شيء بس أنه وطلع اسم أوسياندي ما كان في اسم تاني السكند نيم ما كان أنه أوسياندي شان ما كان أنه أوسياندي عنده صديقه ومن القبيلة عنده اسمه شان كله كتير حلو اسم شان one of the early زانو حسان fans he was very instrumental in spreading our show off شان is an amazing person فعجبني الاسم قلت له يلا نسميه شان كمان
أوسيان ديشان. مبارح اكتشفنا أنه فنتي ريانا ريليست صلا زمان هي، بس هلأ نزل بالإمارات فانتي سكين من إلا مبروك. والظاهر مغيرين الكامبين يعني they went into another لأنه ما حتى من المودلز اللي كانوا معي أصلا بالكامبين بتصير بتصير it happens, happens. يعني it's not super أصلا common أصلا لما بس كنا هونيك كان في كتير مشاكل وما بذكر فغيروا direction of the campaign فطلع the main purpose of us going to the United States هديك النهار لنسمي ابننا بس لأنه ونشوف هالإنسان أنا شو وينشوف هالإنسان you're the backbone بس إنه the purpose تعيت فنتي ما كان يعني اللي هو انت بتفكر لما انت انه هيدا بتروح وبتقول انه ايه انا هيك مخطط يعني هيك بده يصير لا حبيبي لا ما بتعرف شيء انت ما لك علاقه يعني ولا حدا بكوكب الارض اي شيء بتخططه اللي خلق كوكب الارض طلع فيك هيك بيقول لك سافر 17 ساعه لينقي اسم لابنه يعني ما حدا بيعملها غير اذا الله عاملها بطريقه انه عندك فوتوشوت والشغل مو بس اسم يعني I'm sure there is more to come لا ودايما بنحكي بنبعث له ايميل وصور اوسياندي اه هي نوز سو هي نوز شيف هي ماست بي سو براود هيز الله رزقه ببنوت هيز ا جراند فادر من بنته بس نيفر ا سون اند هي نيفر فيلت ذا نيد فور هافينج ا سون طلعت فيه قلت له ناو جاد از سندينج يو ا مسج ذات يو ويل هاف ا سون ذات ويل كاري يور نيم اور سون اوسياندي grandson. he's an angel. He's an angel from up above. Osiende has blue eyes. Yeah. Grandpa Osiende has blue eyes. Come on. Yeah. Nigeria blue eyes. Yes. That's beautiful. Osiende baby Osiende has blue eyes. Wow. Like daddy or like Osiende. Like grandpa. No, actually different shade. Different shade. Yeah. هو أكتر مثل الكرة الأرضية أنت على gray. على أنا gray. أنا منه blue. أنا gray. انا جراي ف اي هيدي قصه وانا انا مثل شو اسمه يور فينوس كاستنا فينوس كاستنا انا عطرنا كاستنا بالبيت هلا وذره عم تمزح والله شو عنا يعني نون عم نعمل عم بمزح عم enjoying this the cute لا بالعكس ايه فشو كنا عم نحكي قبل ما هيدا no need to cut it وترجع وتعمل لا ما رح نكت ما رح نعمل اي شيء روح لا اكيد حسن ولا بعد بكره لا 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 اوف كورس روح لبعد بكره حابب اتذكر شو كنا عم نحكي ما خص ما لك لا قبل اوسيان ده قبل امريكا كنت عم تحكي عن افريقيا انت لا هو حكى المثال انه افريقي وفتنا بعدين السؤال قبله كان شو بيسمع موسيقى بس افريقيا لا كنا افريقيا شيء بافريقيا حلو كلنا نسينا يا شباب اذا حدا بتذكر اكتبوا لنا بالكومنتس منوجه تحيه لنا جميعا هاي بتصير الحلقه اللي بعدها إيه لا انه كنت عم ما يبرد الله يجوزك يا رجل لا لا احنا لانه طافين عن العائله عن العائله كنا عم نحكي عن العائله لا غير العائله كنا عم نحكي عن ما حدا اتذكر هلا بيكونوا ببيت وعم بيقولوا لا لا عن انه في شغل قلبنا الام للدبليو قلت لك وي اجت على حساب الوي اجت على حساب مثله بالعكس there is no we when There is no me in we. There is definitely no بس me. بعرف بس حسن ما بتيجي حساب شيء. بدي أقول لك يا. A lot of people هل تذكرنا مزبوط المثل الأفريقي اللي بيقول كذا هذا بس آخر سؤال in relationships a lot of people become very individual بفوتوا على relationship it becomes a virus على حساب الأنا يعني ليك الأنا ضروري ما أنا عم بحكي عن الأنا selfish خليك في ego إيجابي في عنصر إيجابي للإيجو وفي عنصر كتير سلبي أنا عم بحكي الوي على حساب المي ما أنا بحكي المي الأنانية بس بيبقى شيء لتحقق ذاتك تحس حالك لا ما فيك تلغي ذاتك أكيد لا أنا هذا عم بسأل ألغي ذاتي لا أنا عن هذا المي عم بسأل إنه ما ماتت وما راح تموت مو شرط ماتت يعني هل وما تاخذ هضم حقها وبعدها عايشة لولا المي ما في وي أكيد أيوة. لا بس لك لا شكرا ننزل بس كمان في عالم معطاء لدرجة بتنسى حالك بالضبط هذا اللي بدينا وبعرف كتير عالم بدينا ببداية الحلقة أنا ضد أي أب وأم بلغوا وكيان وجود ما حيكونوا a good example for their kids أصلا إذا كانوا للأسف هي قلة وعي أحيانا وفي عالم لكن معطاء لدرجة يعني they fall in love with the feeling of giving و sacrifice
يعني بيجلدوا، يعني عرفت كيف؟ الناس تخصص جلد الذات مان. عرفت كيف؟ وبيكون one partner narcissist يتغذى على sucking your soul و another part يتلذذ بإعطاء الذات و perfect relationship. أنا بس دراكولا versus كيس دم يعني. عادي. لا مش يعني من هذا الجانب لا. وكمان برجع بقول لك إياها مرة تانية اللي هي when you choose the right partner you're good at that. يعني ننز كتير 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 she's my spine she's ظهري نقطة انتهى نيالك ونيالة literally. لما بتكون يعني لما بتعرف انه مثلا عندي presentation أنا أور عندي شغل أنا أور عندي podcast أنا أور هيدا man يعني I'm single again literally for that section I'm definitely single يعني خلص درنت يعني ولا همسة وvice versa ولا I have a mom. تعرف ماما امك مثلا بالثانوية العامة بالتحديد مش امتحانات الجامعة بالثانوية العامة كيف بس كم تكون عم تدرس فجأة بتجيك الاكل وكذا وفجأة بيجيك كاس المي من تبع ميت ايد اخطبوط من وراك اخطبوط حنان I have that I have that and ان شاء الله ان شاء الله تكون vice versa as well when she's in the zone. طبعا when she's in the zone بطل تسمع literally بعيت لها 600 مرة literally baby يا بوبزي يا حبيبي منزي لينا عبد الملك مطلوبة على الإدارة إيش والله مثل بابا تكون مثلا عم تلون شغلة عم تعمل أدت لها يا أبو الشباب إيه بيب صار لسه إيش اللي إيه بيب وين ساكنين نفس البيت نحن You're the same by the way No I'm not Yes you are No I'm not Okay I have videos to prove this No I'm not فا إيه بصير أنا بقى البيبي ستر والناني المهم هلا إنه ماكدونالدز رجعوا الوينجز تبعون ومش الحال ذكر أصل ماكدونالدز والوينجز فينا نقول ماكدونالدز والوينجز أكيد أكيد هلا it's not sponsored by them بس go for it ماكدونالدز what are you doing man يعني عن جد يعني seriously بعتوا لنا he's loving it I'm loving it she's loving it we're all loving it بقصة ماكدونالدز للقبيلة واللي بيعرفوا حسنين فانز you know قصة ماكدونالدز بعتوا الفيديو بعت له الفيديو لا ماني منظر بعدين لبسي بيجاما إله إيه بس على الهون أنت شايف الفيديو بتعرف القصة مش شايف الفيديو لا ماني شايفه لا احنا ما نعرف القصة طيب you kidding okay ماكدونالدز بينزلوا شيء اسمه limited offers limited offer food كنت حبلة كانوا بفترتها ماكدونالدز منزلين chicken wings جربنا chicken wings عجبتها كتير كنت حبلة لا ثلاث حبات تشيكن وينجز دولار ونص حلوين طيبين ماشي الحال بعضهم بعضهم كاملين وتشيكن وينج كامل دقتهم عجبوها وكانت عم توحم وبردت اتس ماي نيسز فيفر صرت اتوحم عليهم هي كانت ببدايه قبل حملك انت تعرفت عليهم نو فيون ببدايه الحمل اوكي صار بدها تشيكن وينجز بنروح نجيب تشيكن وينجز بنرجع بدي تشيكن وينجز بروح نجيب تشيكن وينجز بنرجع بدي تشيكن وينجز نقول كم مره بدي تشيكن وينجز رحنا وين تشيكن وينجز والله خلص الليميتد اوفر ليمب بروموشن انت عارفانه انا شو عندي بالبيت يا حبيبي تشيكن وينجز الله يستر عليك ما في تشيكن وينجز رجعنا على البيت انا بالنسبه لي ما في تشيكن وينجز لا شو جبت بداله كيف بعرفني فينجرز تشيكن فينجرز يعني هيدا ماكناجتس اللي بيشبه الكي اف سي بابايز لا مش يوم انت جبنا بابايز طولي بالك انت خلطت 60 موضوع ببعض اه جبت لي بس فرايز ما جبت بس فرايز وايس كريم اه بس فرايز وايس كريم برو بالله عليك يا مخرج سمعني موسيقى حزينه حسان عن جد والله العظيم يا اخوان لكم ان تتخيلوا فتت على البيت والله مش عم كذب قلت لها بيب ما في تشيكن وينجز عم تمزح والله بيب خلص it was a limited offer limited time period دموع بيب what's wrong كيف يعني ما في chicken wings هنن ما بيعرفوا هنن ما بيعرفوا انه انا بدي chicken wings انا شو بدي اكل خسر اكل من الكوكب لا لا برو لا لا دموع للتيشيرت صار مي انه عم بحكيكم جد يا اخوان والله مش مزح والله مش مبالغه وبكي وعندي فيديو ما اعرف ايش عندي فيديو
ومخطط شر وهيك وكيف يعني جيكي وي ولينج وطعمته بتهني ودرب ما في عن جد ما في جيكي وينجز وما في شو بدي أقول إيه حياة الفهد قلبت على السريع ما تمشي على الحيطان وتمسك ايه عن جد كثير زعلت بيبي خلص انا بكره زالك. انا بكره بخلق لك بخترع تشيكن وينجز ما في من تشيكن وينجز تبع ماكدونالدز يا حبيبي اول مره بعمرك بتجيب تشيكن وينجز خلص في شيء بيميزهم طيبين نزلوا عن جديد انه مؤخرا رجعوا نزلوهم بس يخي مش نفس الطعم يمكن اللي مش حامل انا بخلص شغل الساعه 10 الصبح اعطيني كائن حي بياكل تشيكن وينجز الساعه 10 الصبح اعطيني كائن حي بيخلص شغله الساعه 10 الصبح طول بالك من الاول انا باكل بيخلط باكل اللي بدك اياه باكل كائنات فضائيه الصبح الساعه 7 ما عندي مشكله بفطور بس اعطيني مطعم فاتح الساعه 7 الصبح بيعمل تشيكن وينجز 10 الصبح طيب اوكي رحنا من اول مطعم ما في ثاني ما في ثالث ما لفيت نص البلد I'm not joking رحت على اماكن مسكره والله العظيم من كتر ما اني بتعرف لما تكون كتير اوبسست المحل مشطب يعني مفلس يعني ضبين الكراسي وعليه رمل من كتر انه اخر مره فتحوا فيه المحل من 6 شهور عم دور على مدخل بدي فوت على 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 جوا المحل اللي مهجوره بافلو اند تشيكن وينجز هذا بجزيره بدي فوت لشوف اذا في حدا جوا مشان الله اطبخوا لي حبيبي بطل في وعي انه يا حبيبي المحل صار له 6 شهور مسكر وفي رمل يعني بدي فوت لجوا بدي تشيكن وينجز بالاخير الأخير بلا طول سيرة ما لك غير تروح على فاست فود وتقول له عمي بدنا ناخذ باكت بس كله وينجز لأنه ما بيبيع بس تشيكن وينجز بدي باكت كله وينجز بدفع لك شو ما بدك يعني حقه 50 بدفع لك 500 عندك العدة ميكر هابن This is his version of love and last food لما تكون فلترالي لحت على المحل وجبت It's not the same وتاكل طبعا انا نكب عليه انا اذبحني ما في نقطه دم بنشف الدم يومي بس شو حامل هرمونز رولر كوستر بدك تكون زي الالف ام سوري هاي قصه تشيكن وينجز فبس يكون مرتك حبلة وعجبها شيء انا بنصحك مون اشتري اسهم اشتري مون حكمه اليوم حكمه اليوم الموني اساس كل شيء بس لا ليك بشكل عام شو اسمه حامك كان كثير سهل انا ما توهمت شيء عن جد ما توهمت لا مش ايه انه ما توهمت على كليناكس يعني في بنات بياكلوا حيطان ايه ما انا بتفاجئ حكينا بالموضوع في عالم انه شو قلتي ليش مينتو او كذا صابون It's so weird انا I didn't experience بعرف وحده توهمت على بلور كان بدي اعمل مقلب فيه بس ما I have a friend of ours للاسف ضربوا حامه من اول يوم لولدت وحام كتير غريب She can't eat the same meal twice. تستفرغ. عم تمزح. She cannot see the same meal twice. مين؟ وكيف عرفت؟ مرته الحمدي. كيف عرفت؟ بدي برجر. أكلت برجر. نص البرجر. ضل نص البرجر الثاني. كبوه من وشي. كبوه. هلا كبوه. بعد ساعة بتجوع. تأكلي برجر. وهي بالحياة الطبيعية منها هيك. أهنى إنسان في الكوكب. ما مستعد تأكل رز من هون لآخر يوم بعمره. بس بحبلة 9 شهور بدأت تأكل different meals. ومستحيل تاكل كان لازم تعمل يوتيوب شانل مان كان يو ايماجين ذا كونتنت قال لي حسان مان يعني بالسياره من مطعم لمطعم لمطعم انا وياها مشان هاي بدك لا ما بدي بدي لا ما بدي حط لي بطاطا بعدين 9 اشهر يعني كم يوم كثير مان كم شي وربع قد ايه بدك تخلق ميلز بعدين الا لتعيد شي شغله 270 يوم تقريبا هيك شيء صعب لا صعب ما كانت ماي سيستر لما كانت عم تتوحم كانت توحم على الريحه عالشم I'll take that I'm not joking مرة فاتوا على مطعم literally شمت شيء سارة قريش ولا سارة شمت شيء بالمطبخ جوا فوتوها الشغيلة لجوا طلعوا الشغيلة جايبين أكل معهم من البيت بدها تأكل من أكلهم والله العظيم عطوايا I swear to God مهضومين من أنه بالحوامل ريحة الشم تضرب ب6000 مان فشمت شيء بالمطبخ جوا فوتوها وأكلت أكلاتهم للجماعة اللي جايبوهم معهم من البيت فلا إيه لا أجاتكم أنتوا الصبايا اللي عم توحموا God bless man God bless It's not easy Yeah I can imagine It's not easy نحن بناكل أخضر اليابس وبس شاتكم على الكيتو ولا وقفتوا كيتو عم نرجع عم نحاول عم نحاول نرجع تدريجيا هو خربت من بعد حبلها إيه لما كنتوا فوت الكاربز على حياتنا لما كنتوا ملتزمين كيتويا كانت سهلة ولا صعبة عليكم Beautiful كتير سهلة
كتير ما عانيت أسبوع أسبوعين لبين ما رجلشته. نحنا لا نحنا we met كنا اثنيناتنا on keto مش عارفين. Yeah, I remember بس يعني مريت فترة you left for a little bit when you were traveling. لا بار نحنا يعني مش we have our version of keto. Yeah, going back to keto was never a problem. Was never ever a problem يعني. وبالعكس يعني أسهل لنا. Yeah. أسهل حياتيا أسهل لنا من أنه to come up with different meals. Yeah. بس هلأ يعني صار لازم نفوت على البيت إشياء مثلا مثل البطاطا وإشياء لشان كرمال عم نطعميها هلأ بيبي فود وهي أوقات من دني نفسنا ومناكل هو تعمل له كنافة بعمل له كوكيز مثلا بيقوم هو بيأكل كوكيز حسان يساوي كنافة أبو فراس لسه ما طعمته ما تعملها كنافي لا بتاكل جد؟ والله صار بياكل كل شيء فعليا هلا مظبوط مفروض ياكل كل شيء بس ما بتخلط كثير كنافي شوي يعني. حتى لو هيك خفيف خفيف هلا خفيف بتقطع بس مش وجبه يعني yeah. بس انه كثير دهون بعدنا هلا على البوري وهيك بحب البطاطا الحلوه كثير yes. والكوسه اليوم حب بنانا البنانا وحب التفاح كثير كمان شوف طعم كم نوع فروتس اليوم طعميني؟ بنانا إذا أنت بنانا بنانا وأكل بنانا وأنا خرمة وتفاح ويور ماما عطيته أفندي بس ولا واحد من جديد كله أكله من قبل أوكي كله دايقون من أوكي قبل measurements height weight كله هلثني لا الحمد لله الحمد لله الحمد لله on the big side on the big side الحمد لله لأنه he's a big baby he's a big baby طويل و he's above the average أوكي gotcha يعني إذا الأفرج مثلا 10 سنت هو 12 إذا الأفرج وزن 3.5 هو مثلاً 4.5 شيء مثل هيك شو في مشاريع لحسن ونينا؟ شو في مشاريع لحسن ونينا؟ صراحة في كتير Can you talk about any of them ولا لسه؟ هلا مبدئياً اليوتيوب channel for the time being بس في more exciting things more exciting things ما فيك تحكي عنها لآخر السنة and you know that of course أتخيل ما تكون she is the Nina and حسن نينا كيف؟ Your Nina in Hassanina يعني ما أحلاك إنه مشروع لحسن لا لا عم ذكرها به it's Hassanina يعني أنا إيه لكن أنت ما كنت عارفي صرت بتعرف إيه لا في كتير أشياء لا بس كلكم وما بتعرف إنه لما عملنا زانو حسان كان زانو حسانينا إنك ما عارفاني إنه كنت فهمنتها أكيد بس ناسي إنه سمينا الحلقة إيه ناسي yeah that's what we did ناسي beautiful day طب شو رح يصير من هو لآخر سنة 19 اللي براسنا ان شاء الله يا رب اللي هو شو بدك تنبؤات شو كان اسمه هذا سليم سلامه شو كان اسمه اللي سليم سلامه هذا مدير عام بنك ميشيل حايك ميشيل حايك كلوز انف كلوز انف هو بيسين بعد شيء ميشيل حايك بدك تنبؤات ولا بدك حسانين تنبؤات شي سكوب شي شغله يعني محسوب عليكم انا على اساس من المقربين ف anything ما انت اللي انت يو نو ات يو ار بوشينج اس انت يو نو اكزاكتلي واتس هابينج طيب خلص. بس على الهواء ما راح يطلع شيء خلص ما بيطلع شيء ترقبوا طيب نينا obviously you're still very active on social media لا not obviously not definitely not as active as she not as active as I used to be ابدا شفت لك انه you did a couple of partnership clothing with my clothing وقصص هدول ايه هولي هيك طرطيش بس بس انه you're active you're not مش حسان لا لا مش حسان بس مش نينا اللي كانت يعني قبل I understand طيب رح تصير تنزلي اكثر ولا شو ما بعرف صابني حاله انه انا ما بحب اعمل مثل ما الكل عم يعمل فخلص اخذي ماي هيدا ما انت لكن تروق الموج شوي من يوم يومك انت you're not doing what others are doing وبعتقد هذا كان يعني ايدد اللي هلا عم يعملوه من كتير زمان لا لا بس قصدي انت ليك المكان اللي وصلتي له شغل ايدك وتعبك yeah. and you did your own thing and that's what brought you to where you are today الحمد لله فما بنخاف عليك من هالقصة بس انا ليه منيم السوشيال ميديا تبعك انت هو بده يرجع للنوكيا بولمبا شو يعني لمنيان شيء الكل شيء على تليفونه I will definitely go back to a dumb phone social media I will definitely go back to a dumb phone بس أنا I need to set up a proper company و get a PA personal assistant و personal assistant will carry the smartphone أنا خليني على dumb phone في dumb phone بعت لك يا حقه شيء it's a very elegant nice it is. beautiful وكبير dumb بس. phone لا مش كتير لا ماشي حاله it's a very elegant dumb phone يعني مش ابو لمبه بس انه elegant و dumb منه هالتكنولوجي وما في GPS وما في برو انا كتير تعبت يعني خلص
وده مور عم يعني كل ما عم عمق أكتر بقصة التكنولوجيا عم بكتشف شغلات أكتر وأكتر. yep. يعني فيسبوك رافعين 666 دعوة على أبل لأنه أبل عم تقول للي عم بيستخدمه إنه يا باي ذا واي فيسبوك بدها تستخدم بياناتكم ب 700 شغلة تانية. قال فيسبوك زعلوا ليش عم تخبرون ايش فيه يا حج مش هيك مان. yeah. وبتعرف انه انا عم نارهم فيسبوك صار لي 7 سنين واي دونت هاف واتساب صار لي 7 سنين. نعم. فانو ما طيب للثلاث اشخاص بالكره الارضيه اللي ما بيعرفوا الهاندل تبعكم انتو حسنينا your personal is حسان الشيخ. your personal is نينا عبد الملك. don't reach out على البيرسونال. the joint account is حسانينا الشيخ. حسانينا الشيخ is the handle ولا yes. حسانينا الشيخ الشيخ on YouTube and on Instagram. Instagram. Okay. Yo guys, the search engine تبع Instagram is a genius search engine. No, no, no. I'm gonna put it on. I know, I know, I know. Instagram غير YouTube. إذا بتكتب حسانينا بيطلع لك حسانينا ما في غيره. حسانينا الشيخ نص العالم فكرينه حسان. ليه؟ ما بيقروا دنينا بورد مفكرين حسان الشيخ. I get it now. Yeah. I understand. We're like Nina. That's. فأنا على هذا الأكاونت بنزل صوري وصور وصار خلينا نشيل حسان. ففي بنات على اليوتيوب بنزلين إنه لك هيدا حسان الشيخ بيضل منزل صور مرته وهي ما بتنزل عنه شيء وهو هذا أورك أرينو ذا هي مفكرة إنه أنت شيلي اسمي خليها نينا الشيخ بس شيلي اسمي ما هو حسانينا يعني كيف بدك شيخ نينا الشيخ بيبي ما هو لقلنا كيف يعني نينا الشيخ ما هو it's our account راح شد حواجبي شيلي ذا حسا بارت وخلي ذا نينا أناش يعني غيري البراند نيم ما نضلنا حسانينا بس اليوزر نيم نينا الشيخ ليش تضيعوا العالم ليش تضيع العالم تضيع العالم إنه لأنه في الشيخ فأنت يعني أنا اسمي نينا الشيخ على فكرة أنا مرتك يعني نينا الشيخي أنا 963 I love this على فكرة كل ما أحضر لك البودكاست love it love it love it أنا I listen to your podcast أنا I listen to your podcast a lot على على I'm an Apple guy I listen to the audio Apple podcast guy مش Apple يعني Apple brand أبل بودكاست جاي لأنه السينك تبعهم جميل والذي واي هلا كل البودكاست بلاتفورمز كلها تنبضوا النفضة لأنه كتير متخلف اليو آي يو أكس كتير أولد سكول بس على الأبل بضلوا نتفتين أنضف من سبوتيفاي أجريد باي لسن تو يور بودكاست على 2X I love 2X. أنت اللي علمتني على 2X anyways. أنا like I can't watch anything. Like unless someone is super fast. ما أنا الأغاني عم حطهم 2X. يلا عسري يا مرة. بس نقعد نحضر موفي. قلت لها هذيك النهار قاعدين عم نحضر موفي. أنا was like. ما في 2X. Babe, I don't know. It's too slow for me. والله عبالي أحضر موفيز in 2X. هيك خلص ما تنجز. شي مرة عم تحضر شي على نتفليكس ونزلت بلا قصدك بك تشوف الكومنتس. Netflix. ما في كومنتس. جينيوس. Maybe شو كاتمين. That's good. Netflix. I hope you're watching this. Implement that. That would be amazing. على فكرة. That would be amazing. Netflix. المفروض يضيفوا social aspect لل. لا خليهم هيك. Please. ما فيك تخليك هيك من. معلي. Come on. Seriously. It's 2021. Are you kidding me? لازم. ليكي. لازم يعرفوا كل شيء ولازم كل العالم هيك يكبوا داتا عندهم. غير هيك بس الواتش تايم يو نيد بس انهم ياخذوا فيدباك من تويتر يعني بس بدهم يعرفوا العالم شو عم بيفكروا عن موضوع معين بنتفليكس بيروحوا تويتر having everything in house is different than طلق وطية من الشارع مان روح على خلي تويتر for people to advertise it هناك وخلي عندهم كمان their own chat platform that would be better for them to AI تنبؤات او امنيات لل 2021 نينا نبلش معك يخلي لي زوجي وابني بصحة منيحة وعائلتي بصحة منيحة يا رب وأقدر أشوف عائلتي بلبنان وخلي يشوفوا كمان my baby و on a personal أو musically إن شاء الله حقق اللي براسي يا رب إن شاء الله I hope so واللي براسي مش اللي أنتم فاكرينه طيب إمتى ممكن يبين شو اللي براسك 2022 أنت شو أمنيتك لا عم بسألك سؤال يا بنتي she's clearly not wanting to answer that
اي عم سيو هيك حلقت لك عندك عندك حسن عندك باك تو يو باب يلا باك تو يو باب وبدي هو يحقق اللي عم يشتغل عليه كمان ان شاء الله يا رب امنياتك وتنبؤاتك حسن he's working really hard and I'm proud of him he's a go getter he's an energizer bunny انا من اول ما تعرفت عليه لهلا نون ستوب نون ستوب مان بيهلكك وانت بتكون شو عامل شيء قاعد بس بتهلك قد ما تشوفه عم يعمل اشياء وبس everything has its own time everything has its own time yes, سواء sir. بينت النتيجه هلا او ما بينت eventually راح تبين yes, بوقتها sir. بتبين yes sir yes كله امنياتك كله له ميعاد امنياتك و تنبؤات تنبؤات على صعيد شخصي ولا على صعيد عالمي لانه من بدك يا هيك وهيك حسن لانه عالمي كتير سوداوي انا هالسنه انا ما في مشكله يعني السنه الماضيه بال2019 اللي قلته على 2020 صار ف يخوف يكمل بس يخوف يكمل وتصير مور ديليبريت يعني انا هون اللي ما هي عم بيقولوا 2021 هي 2022 2020 بس شال حال ويج ايوه ها اشرحي له نيو اشرحي له يعني كانت مكره بالويج ولا شلت الويج as in you'll see the true colors of 2020 هلا بتبين اوكي يعني نتيجه قلت لها ما تعتليش همي 2020 لا انا 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 حامل الواجب واكثر انا خوفي مش من هون انا خوفي يعني انا اي سي ا لوت اوف ريد هون المشكله انا ب 20 انا 29 يعني هذيك كانت ذا يير اوف ديث بالنسبه لك 2020 هلا شو اوكي كلمه ذا يير اوف ديث ايكوالز بلاك انت ريد هلا ما انا بلاك ام سينج ريد ام سينج شيت لوز اوف ريد سيجنالينج بلد الله يستر الله يستر ان شاء الله ان شاء الله خلينا على صعيد شخصي تنبؤات وامنيات حسن تنبؤات ايرون يعني I told the news انه I've blocked the vision tunnel تاعت I don't want to see which is affecting a million and three things يعني people like see in a different way بس you don't want to see I don't anymore انا okay. تتعذب ولا ليش مش قصه هيك قصه تعرفت على كائن حي جميل اسمها لودميلا اوكي This is recently لا من 20 سنه انا why do I know that name because you know okay okay you know لودميلا okay. امال كريستينا yes 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 حكيت لي عنها ببيروت لودميلا سيز لودميلا از كونكتد لودميلا قعدت اول 50 سنه تشتغل دكتوره بالاخير تركت الطب مشان تركز بعلم الطاقه والدايركشن هذاك ف بتذكر كليرلي لما سألتها انه do you see your kids she said no I chose not to انا قررت انه ما اشوف my direct family انه ما تقرا لو انا قررت هلا بفكر انه تشوفه ولا قررت انه ما تقرا لا ما تقرا لي هي عندها القدره وعندها حاليا 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 نحن خمسة هون بالبيت لودميلا بتعرف انه فكر فيها شيء كتير صعب انك تشوف الاقرب الناس لك منسلم عليها وشايفه وبتعرف and she sees colors and she sees a million and three things لما بتكون عندك هديك المقدرة عذاب I think it must be super tough it's be, إذا like, على الغريب صعب كيف عارش لما قرت لي my aura قالت لي like bro انت you have a blessing and this blessing بعدك ضايع فيها هذا الحكي من 20 plus بعدك ضايع فيها بين قوسين حسان من أصدقائي يلي كمان بيشوف فيجنز ومخبرني عن كذا قصة صارت بالتفصيل يعني بدون تخويت بدون exaggeration فهي he's connected in that way تفضل كفي أما كنت ما بعرف إذا هلا لا بس لودميلا قالت لي أنا I don't see much كم هيك تجوزته لأنه he knows too much but I had to marry him طب سحبت اللوتري تيكت سحبت استفدت منك شيء هي نوز تو ماتش اباوت مي اوكي خلاص خلاص فلما قلت لها لدميلا انه دو يو سي يور تشيلدرن قالت لي نو اي تشوز نوت تو انا اي بلوكت ات وانت لما بتكون بهيك دومين اتس ا فلو انك تقدر تتخذ القرار اند اور تطلب اند اور تو بيج اند اور تو بلوك ا شانل هل هي نعمة ولا نقمة؟ بوث هاي الضحكة بعرفها حسان بعرفها لها الضحكة كتير منيح أنا But that's how you deal with it Bro, that look on your it's, face it's not looking good It's beyond body comprehension It's okay. beyond
أكبر من تحمل طاقة الجسد وطاقة العقل. يعني لازم يكون عندك إيمان بيوند الإيمان وعندك المقدرة على التسليم إنه just let go, لأنه if you don't you'll die, literally you'll die. طيب حسن سؤال, جسدك لن يرتاح. سؤال يمكن تقني شوي, أنا ياسمين أختي أكبر منك بيومين, مزبوط. She has very similar abilities. صدفي ولا ممكن يكون في شيء؟ لا على فكرة it is a Scorpio thing كمان, لأنه I know كمان a Scorpio. أنا أختي on the cusp, she's Scorpio Libra. مو Libra حسان قبل ال yes. بس معروف لScorpios كمان كتير in tune with their intuition وبيصير شوفوا visions و يعني okay. هلا بشكل عام بالسؤال إنه is that a coincidence ولا is there something to the fact تقارب بشكل عام وغير مدروس وغير تقني, عم لاحظ بشكل عام إنه الأبراج المائية, إذا بدنا نحكي أبراج, الأبراج المائية أبراج روحانية أكثر. Your mom صنع. مائي. ما عم قلك. مائي. وشاءت الأقدار وجعلنا من الماء كل شيء حي. يعني بشكل. I'm asking بشكل عام. استقراءك للموضوع. وخلقت الأرض من الماء وخلق كل شيء من الماء. So هذا بشكل عام. ف فأنت when you block that channel إنه because like can it be blocked, يعني هي قرار ولا يعني إذا أنت قررت ما بدق الباب عليك بتقول لك you're not going anywhere, you have this ما رح أقول gift أو curse أو اللي هو ما هو it depends على كيف بتشوف, ما it depends على كيف بتشوف وكيف بتحس وكيف هذا. مرات كثير أنت بتقرر تطنش المسج لأنه الكومبريهنشن لازم يكون أرضي, إنه for you to see things and feel colors and هدول بيكون أرضيين, هدول بيكونوا أرضيين يعني yeah. أنا الاتصال بيني وبينها روحي, وبقول لها قولا واحدا للاتصال بيني وبينها روحي, لأنه يعني I see Nina beyond time, إنه I saw see and will see Nina beyond time and I told her that إنه ما يعني جلسنا بالعديد من الجلسات وتحدثنا إنه أنا وياك منا على الأرض بالنسبة لي. في جزء ممكن هون بس في جزء أوسع من. صحيح الباديز هون بس أنا وياك we're something else يعني is that connection the bodies are not connected. It's void of time and space. It's completely independent. فهدول الشغلات بس to tunnel يعني الروحانيات عم تشوف وعم تحكي وعم تحب وعم تعشق وعم يعني تتمازج مع بعضها البعض على طول, بس الأرضيات لما بتجيك المسج بتقرر تطنش and or not to interpret and or not to هيدا بتخف الإحساس تبعك. You know what I call it, Hassan? Signal to noise ratio. More signal, less noise. More signal, less noise. شيء مثلك. وقدران تريح يعني مرات كثير بقدر, مرات كثير I genuinely can't. مرات كثير I genuinely can't. ف I decided for my own sanity, sanity الأرضية اللي راحت بالي الأرضية yeah. إنه سكر باب إنه شوف نينا أو شوف أوسيندا أو شوف العيلة yeah. لأنه ما I want to enjoy this, I want to go through هيك a peaceful و I'll sacrifice a million and three things لعله خير you know like I'm hoping إنه ربنا سبحانه وتعالى إنه to understand إنه يعني أنا until I build thicker skin I will be able to handle more weight other than that إنه توصل okay. كيف لما تكون مثلا أنت عم تشوف أمك أمامك بموقف مستقبلي عم بيصير له شيء and you can't do shit أو يعني كيف عم تشوف أمك بموقف في الماضي وما قدر تعمل شيء ومش بتشوفه بس بتشوفه وبتحسه وتيستت وسملت وفيلت وon the loop what are you gonna do seriously what are you gonna do إنه مش brain fuck إنه ما فيك يعني بتصير تضحك زي المجنون من ف I chose طيب أمنيات هاي تنبؤات أمنيات نضلنا نعمل الشغلات اللي نحبها وenjoy life بالطريقة يعني enjoy this journey لأنه أنا وياها مبسوطين بهالرحلة
جدا مبسوط امبارح للحمد لله بطلعاته وبنزلاته بفلوسه وبعدمه يعني بتفليساته وبكل شيء وبديناته وبمدخلاته ومخرجاته وباللي عندنا وباللي ما عندنا وبأمانينا وأحلامنا اللي حققناها واللي ما حققناها واليوم تزبط وبكرة لا وبكرة زبطت واليوم لا peace man لأنه we both believe and يعني she saw it ليك نينا is connected she doesn't know it yet he knows it she doesn't she doesn't believe it ما she doesn't believe it يعني نينا بالدايمنشن اللي انا شايفها فيه she is more powerful than I've ever met anybody in my life بس she and I told her that a bazillion times she has to go through her journey man it's her journey ايوه ما هون لن تهدي من تحب ان الله يهدي من يشاء خلصنا هيدي the crossing she has to take alone وما فيك تعمل اي شيء يعني it's support, her journey support بس ايوه that's it وانت وروحك if they're strong enough and the time is right you can cross because that غابة that darkness that you're gonna cross is not cool it's not for the هيكي weak at all and she will be there I trust in her journey I have faith in both of you you know how much I love you both individually and separately and separately A blessing. May you guys always be blessed. Into وأهلكم وشان الأمر. I'm so glad we finally got to do this. More to come. إيه وإن شاء الله يعني المرة الجاية ما تكون بعد 5 سنين يعني إن شاء الله. وهكذا بناخد بيت جنبكم. عسيرة بدها تتحلحل عنكم ولا ما مبين لسه. ما مبين. لا ما يعني ما مبين لا ما مبين. كل يوم شيء وكل يوم قرار وكل. بعدنا مكملين yeah. اوكي الحلو بدوله الامارات بما انه I was born and raised there انا more or less well traveled يعني عم برمت yeah. لي شوي باوروبا وشوي mm-hmm. بالعالم العربي وشوي بامريكا وشوي باسيا وشوي هذا سؤال تفضل favorite place دبي الامارات لا outside of دبي الامارات سبين ما جاي بدي اقول لك ما بعرف ليش وانت عم تحكي طول الوقت عم بتخيل سيجارة فاميليا دخيل الله السجرادة فاميليا دخيل أنا قلت له إذا منروح أنا وياه على برشلونة برشلونة طالع معي هذه من نص مصيف برشلونة على أساس إن واحد يكون well traveled last Christmas I gave you my heart إذا منروح على سبين I don't think بنرجع قلت يعني زان راح على سبين قبله and he was like Fuck man, I've never loved the city like this حسن ever. بتعرفنا قد ايه بحب باريس يعني خلتني روحت برشلونة خلتني شك بكل شيء بآمن فيه You will freaking love it to the bones وأنا بحبها بدون ما أروح على ما بعرف Oh my god بس روحي على ساغرادا فاميليا لا تروحي على أي محل ساغرادا من مستحيل يعني كل شيء عم بيوصفه أي. يعني بتعرف هاي الرحلة اللي راحة أي. هون Please have a seat while we while we take you there while we get أي. To your file number Unbelievable Unbelievable. شو كان اسمه اللي عملها جاودي؟ جاودي يس. كمان رحت على البارك مان على المباني اللي عملها. أنا عم نعرف ننهي حديثة فكرة. لا ماما هي ما أنا نهاية. لك لا أنا تذكرت لأنه بحسنين تتذكر كل ما قلنا إنه يلا نرجع نحكي 20 minutes time. إيه فأي على قصة إنه هناك نقطة مش حدودية لا تسمى نقطة حدودية نقطة تفتيش صحية ما بين إمارة دبي وإمارة أبو ظبي للحفاظ على أعداد المصابين بكورونا و to balance it out في دولة الإمارات عشرة الكورونا أحد علمك وصل الستريين الجديد؟ yes 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 وصل okay. كتب عنه بالصحافة okay. المحلية يعني. بس لساته under control الستريين الجديد was always under control this is the third fourth fifth mutation أصلا لكورونا اللي فهمته أنه آخر strain travels or is 70% faster in هلأ in general يقال okay, يقال بالضبط thank you very much لك. Thank you very much يعني ليك هون بالضبط النقطة اللي جاي أتحدث عنها شايف كيف كورونا عم بتحور وعم بتحور عم ينتشر yes. وعم بهيدا هكذا يجب أن تكون الحكومات يعني لا يمكن أن تقول لي أنه في حكومة نزلت قانون بسنة 1900 وحطبة وهذا القانون يسري بسنة 2021 وهون جمال دولة الإمارات أنا بأيدك 100% لأنه بيجي بيقول لك واحد بنص مخ بيقول لك كل 10 دقائق بتغيروا قانون ما حبيبي لأنه كل 10 دقائق في مستجدات جديدة تتطلب قانون جديد صح.
لكي يحميك ويحمي أهلك ويحمي أسرتك ويطلع هذه الدولة للفيجن، إنه القانون هذا الجديد اللي ما صار عمره 10 دقائق وغيرناه 10 مرات يأتي لخدمة الفيجن النهائية. دولة الإمارات أثبتت مرارا وتكرارا لكل كوكب الأرض إنه نحن قول فعل حبيبي، نحن قد وقدود، نحن ربا، نحن اللي اخترعنا اللعبة. نحن صحيح إنه دولة بتقلك عمرنا جديد بس مفعولنا قوي. It doesn't matter إذا عمرك 200 سنة وحققت اللي حققنا. أنت 200 سنة تبعتك نحن عملناها ب40 for your FYI. نحن we did a lot more than you in 200 years we did it in 40 yeah. So ما تيجي تقلي زمن لا 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 زمن لا السرعة ويجب على القوانين يعطيهم ألف عافية من يجب على القوانين إنه أن تواكب exemplary definitely. إيه فهذه النقطة الحدودية أو النقطة التفتيش الصحي هي اللي صراحة والله العظيم كم تثنك بارد برو أنا عم بتنقل بأبو ظبي بأريحية ألف ليه؟ لأنه عارفان أول شيء عارفان كل ضيوفي وأحبابي وأصدقائي اللي عم بيجون على بيتنا من دبي مضبوطي. يعطيكم ألف عافية thank you very much. أنت قبل ما تفوت على بيتي فاحص كورونا ونيجاتيف thank you. فيك تلعب أوسياندي، فيك تسلم علينا، فيك تقعد، فيك تشرب من كاسة المي. بينما ببلدان تاني بأماكن تاني مش ضامن تسلم على 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 أمك على أختك على أخوك. صح. مش ضامن على شيء. ف thank you يعني that is a complete positive لصالحي أنا. عمي خلينا ننطر بالسيارة نص ساعة في حالة الضغط المروري ساعة زيادة بس it's worth it لصحتي وصحة أولادي. أكيد أكيد. ف thank you. لا بالعكس it's very beautiful. فهل سيتم اتخاذ قرار في حاليا فيما يرد في وسائل الإعلام الرسمية؟ لا يوجد شيء. القرارات أول ما تطلع فجأة مباشرة بتنزل بالقنوات الرسمية. الواتساب مش قناة رسمية، الفيسبوك مش قناة رسمية، إلا إذا كان فيسبوك القناة الرسمية تعيد الحكومية أو الجهة ساعتها إيه. بس حتى لو جاك سكرين شوت إنه ولا قالوا لي والفيقي عم بيقول إنه حتى لو جاك سكرين شوت غلط، سكرين شوت غلط، ما حدا رح يتصل فيك، ما حدا رح يبعث لك سكرين شوت. بدك تفوت على الجريدة الرسمية، على موقع الجريدة الرسمية. حتى لو جاك سكرين شوت من الجريدة الرسمية غلط، تأكد هلا مو غلط، غلط لحتى تتأكد يعني. بالضبط. تروح للجريدة الرسمية. فإذا بده يصير في تعديلات التعديلات ستأتي بالصحف الرسمية. وهلا مع النشا الجوية أعطينا نينا كيف الوضع. فتحت الحدود بين الإمارات وقطر. رجعنا هلا مبروك. مع إخواننا من قطر. وتشوف خطوة جميلة جدا يعني إنه الجار قبل الدار وأنا اخترتك جاري. وطول عمرنا العلاقات جميلة بيننا وبين إخواننا في قطر. فالحمد لله. All good. طيب بنرجع. I hope to see you guys more often لأنه لا أنا وين إن شاء الله نكتر شوي زياراتنا يعني عم بلكي بالشهر مرة مصير. والله يا ريت. لأنه أصلاً عندي كتير انبسط حبيبي هون. I can imagine يعني يعني هلا he's young enough not to remember بس كله بيأثر. لا 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 بيأثر أكيد يعني لازم يشوف عالم وعائلته. أكيد 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 يا. ما يضل بين أربع حيطان. I can't wait to see you guys again. أنت شو مخططاتك لهالسنة؟ هلا I know this we spoke about it على الزوم last time. Lots. هلا يعني فيني أقول 2020 for me مع أنها كانت سوداوية على الكثيرين was actually على المستوى الشخصي كتير منيحة. يعني يمكن أكتر مرة بستقر من شيء God knows how long. 5 سنين أكتر. I was able to get this project off the ground. يعني ف having done it be 2020 makes me feel like 2020 was a success. فخورين فيك نحن. Thank you very much. Thank you very much. It's a long time coming. سنة هاي إن شاء الله I'm going to be managing a few artists. فكرت خلاص سمعت شي تاني. Not marrying. I'm going to be managing. Marrying a few what? I'm going to be managing a few artists. ماني كتير حابب أحكي عن مين. بفضل ينزل وتشوفوا النتيجة. قولوا فعل حبيبي. يس. وإن شاء الله لحق شيء على الصعيد الشخصي بالإضافة اللي عم بعمله هلا. والمهم الصحة for myself first obviously and my family and my loved ones. عرفت كيف؟ واللي بيقدمه الله is خير whatever دايماً. it is أكيد. whatever it is. بتشكركم كتير حسان ونينا. ونحن بنتشكرك so يا much. زنزون. أخذ لك إذا كنت. وعيدوا.
كيف يعني بول خواتم عندي؟ معقول انت راسك؟ هنعيدها اكيد. انت بتستضيفنا مرة تانية؟ يس. This was fun. ولو بعملها. يلا باي. Last Christmas I gave you my heart. هلا بناخد سترايك. نفس النتاج بيطلع. انزي فاري ناس. الالجوريثم. ما ما بتعرف خيو اكثر من 3 seconds. عليها هيك. انزي فاري ناس. يلا باي. Peace.